محمد أسعد كمان معانا، سامعك. أهلا وسهلا. أهلا أهلا، ده منور الدنيا يعني. أهلا بيك يا عادل، إزيك حبيبي؟ ربنا يخليك يا باشمهندس أسعد، ربنا يخليك يا حبيبي، ربنا يخليك يا باشمهندس أسعد، الله يخليك. أنا سعيد والله إني سمعت صوتكم يعني. يعني ده أنا اللي دي فات جات فرصة كويسة إن أنا أشوف كل الحبايب دول، وإن شاء الله أقدر أعمل لهم حاجة يعني تكون مفيدة إن شاء الله. ربنا يخليك يا باشمهندس حسن، ربنا يخليك. كل سنة وانتم طيبين، وكل سنة وانتم طيبة يا باشمهندس أسعد. وانتم طيبين جميعا. والحقيقة احنا بنشكر مؤسسة بيم إريبيا اللي هي أتاحت لنا الفرصة، وكمان مبادرة الهندسة حياة، لأن الحقيقة الناس دي بمجهودها نجحوا إن هم يخلونا نعرف نتواصل في الزمن الصعب اللي احنا فيه دلوقتي. واحنا بنشكر كل الناس يعني اللي قاموا الموضوع ده، ونشكر حضرتك ونشكر وان شاء الله كده يعني برضو يعني هم عاملين موقع بينشروا عليه كله، وانا هبقى ازودكم على طول بكل الحاجات اللي بينشروها اول باول عشان المحاضرات اللي يحب يستفيد، لان هم بينشروا محاضرات في مجالات كتيره الحقيقه يعني. طيب ما فيش مشكلة، تبقى حاجة جميلة يعني. إن شاء الله يا باشمهندس. إن شاء الله يا حبيبي، إن شاء الله. إن شاء الله. تفضل تفضل. باشمهندس محمد أشرف، أنا جاهز وقت ما تحبه. تمام يا باشمهندس. طيب بداية نشكر باشمهندس حسن زكريا على المحاضرة إن شاء الله اللي إحنا مصدرينها. المهندس حسن زكريا أستاذنا الكبير بكالوريوس هندسة مدنية سنة 73 من جامعة عين شمس، وإدارة مشروعات من الجامعة الأمريكية 94، ورئيس قطاع المياه والصرف الصحي بشركة أبناء حسن علام حتى عام 2007، وما شاء الله أكثر من 35 عام خبرة بمشروعات المياه والصرف الصحي، منها 20 سنة بالسعودية، والعضو المنتدب بشركة إنشاء للتطوير والبناء سابقا، وعضو مجلس إدارة غير تنفيذي حاليا، وإحدى شركات مجموعة أكرو مصر وأيكون، عضو مجلس إدارة ومن الأعضاء المؤسسين للجمعية المصرية لتكنولوجيا إنشاء وإصلاح المناطق المنحفظة. وإن شاء الله إحنا منتظرين المحاضرة القادمة بإذن الله. أنا هقفل المايك عني مع الناس كمان عشان نسمع حضرتك إن شاء الله. تمام تمام. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما الباشمهندس أشرف محمد أشرف عرفكم بشخصي المتواضع، مش هضيف على اللي قاله حاجة سوى إن إحنا مركزين على انه حاليا انا بمثل الجمعيه المصريه لتكنولوجيا انشاء واصلاح المرافق بدون حفر، وحنتكلم دقائق معدوده كده في الجمعيه ونشاطها والتكنولوجي نفسها قبل ما نخش في موضوع المحاضره ان شاء الله. قبل طبعا ما نبدا ان شاء الله، معلش بكرر شكري لمؤسسة بيم إريبيا ومبادرة الهندسة حياة على إتاحتهم الفرصة لنا ممثلين في المهندس محمد أشرف حنفي والمهندس أنطونيو القيس دانيال عضو المجلس الأعلى للنقابة، في إتاحتهم الفرصة لنا في إن احنا نشارك في المحاضرات لتعم الفايدة على أكبر قدر من زملائنا وإخواتنا المهندسين والمهندسات في الفترة اللي احنا مش قادرين نعمل فيها لقاءات مباشرة. مش هطول عليكم في الكلام، بسرعة شديدة هنخش على موضوع المحاضرة. موضوع المحاضرة هو إصلاح المواسير أو المرافق، يعني المقصود دايما بالمرافق هي المرافق هتلاقيها غالبيتها مواسير، سواء مواسير under pressure اللي هي مواسير المية والسوائل عموما اللي تحت ضغط والغاز والكلام ده، أو مواسير الانحدار أو اللي بنسميها مواسير الجرافيتي، أو الكوندويتس اللي بنمرر فيها الكابلات بكافة أنواعها والفايبر أوبتكس. فكل الكلام ده طبعا في منها بتبقى قطاعات كبيرة اللي بتتعمل كالفرتس
وتانيلز والكلام ده كله بيمرر فيها مرافق، بس دي طبعا خارج النطاق بتاعنا دلوقتي. الغالبية العظمى هي بتبقى على هيئة مواسير. فطبعا المواسير دي بعد تنفيذها بتتعرض لعوامل كتيرة بيخليها كفاءتها اللي هي مصممة عليها بتبدأ تقل. فنتيجة ان الكفاءة دي بتبدأ تقل بنبدأ نعمل نشوف ايه سبب ان الكفاءة دي قلت، وبنحاول ان احنا نفحص الكلام ده وبعدين نشوف ايه المشاكل. اذا كانت محتاجة اصلاح بنبدأ نصلح هذه المواسير. زي ما قلت لكم هنبدأ المحاضرة بتعريف بسيط بالتكنولوجيا والجمعية المصرية. وعندنا الإصلاح تم تصنيفه، الإصلاحات تم تصنيفه طبقا للجمعية الدولية للترنشلس تكنولوجي، لأن التكنولوجي دي يعني شئنا أو أبينا هي تكنولوجي عالمية. دخولها مصر دخل من فترة قليلة مش كبيرة، فطبعا في جمعية دولية اسمها الانترناشنال سوسايتي فور ترنشلس تكنولوجي بتجمع معظم العاملين في هذا المجال. هي عملت جايد لاين بيصنف طرق الإصلاح أو طرق الإنشاء، وبيحط تحتيها معظم التكنيكس اللي هي بتشتغل في المجال ده. احنا هنخش النهاردة على الجزء بتاع الإصلاح وليس الإنشاء، لأن الإنشاء ده اتكلم فيه المهندس عادل زميلنا عادل توفيق قبل كده في محاضرات سابقة، وإن شاء الله هيتم استكماله بزملاء آخرين هيتكلموا على نوعيات جديدة من الإنشاء. قبل ما نبدأ نصلح وناخد قرار الإصلاح لازم نفحص المواسير دي ونحدد حجم المشاكل اللي فيها. أهم جزء بنفحص بيه اللي هو بنسميه التصوير بالدوائر التلفزيونية المغلقة، وحنخش في تفاصيله وطريقة تنفيذه وإزاي إيه المشاكل اللي بتظهر لنا. وبعد ما بتظهر مشاكل بنحدد حجمها ونختار طريقة الإصلاح، وبعدين طريقة الإصلاح دي بنبدأ نبص الأنواع المتاحة قدامنا. بنعرف منها أنه طرق الإصلاح بتنقسم بسرعة شديدة إلى إما تجديد اللي هم هو طبعا الإصلاح بيخش تحت سيكشن الريهابليتيشن. الريهابليتيشن هو إعادة تأهيل الماسورة أو لإعادة الكفاءة بتاعت، بيتقسم سيكشنز إما تجديد رينوفيشن أو إن أنا بعمل ريبليسمنت أو إن أنا بعمل ريبير سواء لوكال ريبير لنقط أو جوينتس أو الكلام ده. هي دي الطرق اللي أنا بتعامل بها مع الإصلاح. طبعا هنقسم وهنشوف الكلام ده كله وهنعرض شوية فيديوهات تبين لنا إزاي وإيه هي الأنواع المتاحة اللي نقدر نشوفها. وبعدين في الآخر بس يعني أرجو إن وقت المحاضرة يتسع إن إحنا ناخد الجزء الأخير اللي هو كيفية اتخاذ قرار الإصلاح واختيار نوع التكنولوجيا المناسبة، لأن ده جزء مهم جدا اللي محتاجين هنتكلم فيه شوية، لكن محتاجين نقعد نحط له قواعد عشان يبقى الاختيار الإصلاح هو اختيار المناسب. ده موضوع الندوة. ده بسرعة جديدة تعريف للمحاضر زي ما بيظهر قدامكم. عموما المحاضرة دي إن شاء الله مسجلة وهتبقى هتلاقوها على اليوتيوب، وإن شاء الله البشمهندس محمد أشرف هيبين لنا هتنزل إمتى والموقع بتاع التسجيل بتاعها. ده اللوجو بتاع الجمعية وشكل الفورمة بتاعة الجمعية بتاعتنا اللي هي الجمعية المصرية للتكنولوجيا إنشاء وإصلاح المرافق بدون حفظ. الجمعية دي تم إشهارها في 12/2/2002. لها قصة صغيرة بسيطة. القصة دي مربوط بها حاجتين. حاجة الأولى إن إزاي أنا اتعرفت على التكنولوجيا دي، معلش واسمعوها مني مش هطول عليكم، وتبعها إزاي عملنا الجمعية. أنا في إحدى مشروعات اللي كنت بشتغل فيها وأنا في شركة أبناء حسن علام اتعرضنا
كان مشروع كبير وكنا بنسلمه، وتعرضنا لمشكلة كبيرة ان كان عندنا خط رئيسي رايح على محطة الرفع النهائية اللي بترمي بعد كده على محطة التنقية، كان مشروع صرف صحي، ولأسباب ما احنا بنعمل تيست المية ما وصلتش، فعرفنا ان في سدد في الخط النهائي. تتبعنا مسار المية من المناهيل، لقينا في آخر فرعة في سدد في الخط. طبعا الخط كان 500 ملي بي في سي، كان من الصعوبة جدا ان احنا نقدر حد يقدر يخش جوه الخط، بالرغم انه موضوع ما بحبوش وما بحبش اقوله، لكن واحد من الزملاء، لا داعي لذكر هذه القصة لكن هي زي قصة خطيرة، دخل عامل صعيدي صغير جسمه قليل كده، ربطوه بالحبال من ورا وقدام ودخلوه في الماسورة وعملوا له شوية تهوية والكلام ده. والمهم راح ادوله كاميرا، طبعا ايام ما كانش فيه موبايلات بالتقدم ده، ادوله كاميرا صغيره صور، عرفنا ان فيه بلوك حاجه سد الماسوره. طبعا يعني كانت مشكله كبيره، عبال ما عرفنا نسلك جزء ونمرر الميه، لكن عرفنا ان فيه مشكله والمشروع مش هيتسلم بالشكل ده. فبدانا نحاول نعرف ازاي نصلح الامور دي بدون ما نحفر، لان الشارع ده والمكان ده كان استحالة ان احنا نعيد الحفر فيه، كان الارض صعبة جدا واتكسرت فيه مواسير مية رئيسية يجي 10 مرات، وبيوت اتعرضت للتشريخ وهبوط، وكان حصل لنا فيه مشاكل رهيب. فاصبح ان انا اعيد حفر الشارع عشان اغير الخط ده كان من المستحيلات. وساعتها بدأنا ولقينا بفضل من ربنا شركة، وربنا يكرمهم، ودي من الشركات اللي ما زالت شغالة في مصر في هذا النوع من الإصلاح، بتشتغل Trenchless Technology في بدايته. جم صلحوا لنا الخط ده بتكنولوجيا هنتكلم عنها اسمها Stainless Steel Sleeve، وصلحنا الخط وركبنا. كان طبعا في اوبن جوينت في الخط، دخلت طين ودخلت رواسب سدت الخط. المهم عملنا الكلام ده ونظفناه، واستعنا ايامها بزملاء لنا في شركه الصرف الصحي، وجبنا من عندهم نوافير والكلام ده، واغزلنا وصورنا وعملنا، والمشروع ده صورناه بالكامل. ومن هنا بدات علاقتي انا شخصيا بموضوع الترنشلس تكنولوجي، وبدات بعد كده ابحث وادور. وقررنا في شركة أبناء حسن علام إن إحنا نشارك شركات أجنبية ونعمل شركة مشتركة في هذا الموضوع. الكلام ده كان من 96. سنة 98 حضرت أول مؤتمر أحضره للجمعية الدولية للترنشلس تكنولوجي، وكان في لوزان في سويسرا، كانت سنة 98. وبعديها طلعنا زرنا الشركات الدنماركية اللي هنعمل معاها الشراكة، وبدأنا فعلاً نجهز نفسنا ان احنا يبقى عندنا شركه بتشتغل في الترنشلس تكنولوجي. بعديها الامور اتعقدت شويه والمشروع ما نفعش. سنه 2001 كان في الجمعيه الدوليه كانت مع منظم معارض، قرروا يعملوا اول معرض ترنشلس تكنولوجي في مصر سنه 2001، كان اسمه كايرو نوديج 2001، وهو ده كانت البدايه الفعليه. واشترك فيه شركات من الزملاء الموجودين في مصر، واحنا اشتركنا فيه مع الشركتين الدنماركيتين ابناء علام، ومعنا الشركتين. واحنا في المعرض وفي المؤتمر مندوب الجمعيه الدوليه قال لنا انتوا لازم تعملوا لكم جمعيه في مصر وبعدين تشتركوا معانا في الجمعيه الدوليه، وقعدنا مع بعض المهتمين بالكلام ده، ومن هنا نشأت فكرة إنشاء الجمعية. أرجو إن أنا ما كنتش طولت في الحتة دي، بس هي مهمة عشان بنقول أن الحاجة أم الاختراع، لما الواحد بيتزنق في حاجة بيدور على إزاي يحلها. ففعلا قررنا إن احنا ننشئ الجمعية، واجتمعنا، وكان أول اجتماع في مقر شركة أبناء حسن علام، واتخذنا مقر للجمعية في إحدى المكاتب في شركة أبناء حسن علام في مصر الجديدة
في منطقة شيراتون هليوبوليس، وتم إشهار الجمعية زي ما قلت لكم في 12/2/2002. وطبعا ساعتها تم انتخاب المهندس محمد أحمد أسعد رئيس مجلس إدارة، وهو مازال إلى الآن وهو بيحضر معنا الندوة ومشرفنا، وهو رئيس مجلس إدارة إلى الآن. طبعا الجمعية بسرعة شديدة بقى نتكلم، هدفها هو زيادة الوعي لدى المجتمع الهندسي لاستخدام تكنولوجي بدون حفر في إنشاء وأصلاح المرافق، والتدريب على هذه التكنولوجي، وتنظيم الندوات والمحاضرات والمؤتمرات لنشر هذه التكنولوجي عن طريق عقد ندوات شهرية، وعمل مجلة أو دورية كل 3 شهور لنشر الجديد في هذا المجال. والنطاق بتاع عمل الجمعية كان على مستوى الجمهورية بالكامل. فعلا احنا قعدنا بذلنا مجهود ضخم جدا، وتعملت محاضرات ودورات وأنشطة لغاية فضلنا من 2002 لغاية لما قامت أحداث الثورة بتاعت 2011، أثرت علينا جدا والدنيا بدأت يحصل لخبطة، وقعدنا 4-5 سنين مش عارفين نعيد تنظيم نفسنا، وانشغل الناس كل واحد بقى انشغل بأحواله لغاية لما يعني في 2016 كده 2017 الجماعة القدام 3-4 اللي هم من أعضاء مجلس الإدارة الحالي قررنا إن إحنا لازم نعيد الأمور تاني، وفعلاً بمجهودات شخصية بفضل من ربنا نجحنا إن إحنا نتحرك. وطبعاً الفضل يرجع للمهندس محمد أسعد والمهندس عادل توفيق والمهندس محمد سراج والمهندس محمد طحاوي، كلهم زملائنا في مجلس الإدارة تحركوا ونجحوا بفضل من ربنا إن إحنا نعيد الحياة للجمعية، وبدأنا نعمل محاضرات وندوات واتحركنا على قدر إمكانياتنا، لأن طبعا إحنا عارفين أن كل الجمعيات العلمية في مصر بتخضع في النهاية لإشراف وزارة التضامن اللي هي الشؤون الاجتماعية، وده طبعا موضوع بيحطنا في مشاكل كتيرة جدا متعرضين لها حتى الآن، علاوة على أن إحنا الجمعية دخلها لا يذكر، واحنا بنصرف على الجمعية من جبنا ومن الشركات على استحياء اللي بتشارك معانا. واخر كان نشاط لنا كان شاركنا في معرض في نوفمبر 2019 اللي هو كان اسمه ايجي ترافيك، يدوب ده هو كان اخر نشاط لنا، وبعد كده عملنا ندوة او اتنين وجات فرصة لنا اللي هي الندوات اللي احنا هنشتغل عليها دلوقتي ان شاء الله مع مؤسسة بيم أرابيا ومبادرة الهندسة حاليا. ده مجلس إدارة الجمعية، رئيس مجلس إدارة المهندس محمد أسعد، سكرتير الجمعية المهندس عادل توفيق، الأمين الصندوق المهندس محمد سراج الشيخة، عضو مجلس إدارة حسن زكريا، وعضو تاني هشام سيد عبد عيد، ومهندس محمد مراد عبد العزيز الطحاوي. ما دين عمل الجمعية اللي احنا قلناها بسرعة؟ الخدمات الثقافية والعلمية، نشاط الجمعية، زيادة الوعي لدى المجتمع الهندسي لاستخدام إنشاء وإصلاح المرافق بدون حفر، والتدريب على هذه التكنولوجيا، وتنظيم الندوات والمحاضرات والمؤتمرات والمعارض لنشر هذه التكنولوجيا. بسرعة شديدة جدا كلمة بدون حفر أو تكنولوجي بدون حفر، هي طبعا لا تعني بدون حفر، يعني لا يمكن يبقى مفيش حفر تماما، لا احنا بنقول بأقل قدر ممكن من الحفر، فهي بتعني إصلاح أو إنشاء أو تجديد جميع أنواع المرافق التحت السطحية بأقل قدر ممكن من الحفريات أو الإتلافات للأسطح، وأقل إشغال أو إزعاج ممكن لمستخدمي الطريق أو المحيطين بمنطقة الإنشاء. هي عبارة عن مجموعة من الأساليب والتقنيات الإنشائية اللي بيتم تطويرها على مدار أكثر من 50 سنة، واستخدمت بنجاح في إنشاء وتجديد وإصلاح جميع أنواع المرافق التحت سطحية من مياه وصرف صحي وصرف صناعي وكابلات وكهرباء وتليفونات وشبكات الغاز وغيرها. التكنولوجيا دي هي الحل الأمثل في المناطق الحضرية والمزدحمة بالحركة المرورية والمشاة والمناطق التجارية، وكذلك المناطق التي تزدحم بوجود المرافق التحت السطحية، وهي الحل الأمثل في عبور التقاطعات السريعة والمجاري المائية والسكك الحديدية، وأحيانا تكون هي الحل الوحيد في المناطق ذات الحساسية الخاصة، طبعا في مناطق
بيمنع تماما ان انت تحفر في الطريق وملكش حل استحالة. فاحيانا بيعتبر انها هي الحل الوحيد، كما انها في معظم الاحوال تكون هي الاوفر في التكلفة والاقل في زمن الانشاء، بما يجعلها الاختيار الاول انشائيا، حيث انها تتجنب الكثير من مشاكل الحفر المفتوح. الحفر المفتوح له مشاكل كلنا اللي اشتغل في المجال ده عارفها، اللي بتظهر في اعاقة المرور وحركة الناس والحركة اليومية والمعيشية، وكذلك المخاطر الانشائية التي تنتج من الحفر المفتوح وتأثيره على المنشآت المجاورة. وطبعا اهم حاجة بتحصل في الحفر المفتوح ان انا لو عندي مياه جوفية بعمل ديووترينج وتجفيف، وده له تأثيرات خطيرة جدا على المنشآت المجاورة، وده كله نقدر نتجنبه باستخدام هذه التكنولوجيا. التكنولوجيا دي بيتم تقسيمها الى قسمين رئيسيين: تكنولوجيات لإنشاء المرافق الجديدة اللي هي منها البايب جاكينج والمايكرو تالينج والهوريزونتال دايركشنال دريلينج والبايب رامينج والأوجر بورينج، كلها دي تكنولوجيات لإنشاء، بيبقى ما عنديش مرفق بنشئ بيه مرفق جديد. ودي المهندس عادل يتكلم في جزء كبير، والمهندس محمد سراج إن شاء الله، والمهندس محمد أسعد يتكلموا في الجزء الخاص بيهم. القسم الثاني من التكنولوجي دي اللي هي الإصلاح وتجديد وإعادة تأهيل المرافق اللي موجودة، ومنها على سبيل المثال اللي هنتكلم عليه النهاردة اللي بنقول عليها Close Fit Slip Lining، CIPP Lining، Spiral Wound Lining، Slip Lining، Pipe Bursting. هي طبعا مش كل التكنولوجيات، لكن هي دي الأقسام الرئيسية للإصلاح. طبعا في أنواع كتيرة جدا وبتتطور بسرعة مذهلة وبتستخدم في جميع أنحاء العالم، لدرجة أنها أصبحت هي الوسائل الوحيدة المعتمدة في دول كتيرة بدلا من الحفر المكشوف، ومعادش بيسمح بالحفر المكشوف. Wide Trench Less Technology، Wide Trench Less أو No Dig، هو الترمينيشن الإنجليزي ده هو اللي أنا قلته قبل كده، بيختصرها زي ما قلنا إن هو بيجنبنا مشاكل الحفر المفتوح وبيحافظ على حركة المرور، وأثناء في العوائق اللي بتقابلنا زي المجاري المائية والسكك الحديدية والطرق الرئيسية بقدر أعديها بأمان بدون ما أعمل أي إزعاج. وحنشوف صورتين ثلاثة تبين لنا ببساطة شديدة جدا الكلام ده اللي مكتوب. مشاكل الحفر المفتوح أثرناها يعني لخصناها بسرعة: تأثيرها على المرور، تأثيرها على الطرق يعني على حالة السطح وعلى استخدام الطريق، تأثيرها على المرافق والبنية التحتية. انت وانت بتشتغل حفر مفتوح عشان تنشئ مرفق او تصلحه بتقطع مرافق تانية، طول ما بتحفر بتقطع مرافق كابلات وبتكسر مواسير مية وبتعمل حاجات كتيرة بتأثر على المرافق اللي موجودة، بتأثر على البيئة من نواتج الحفر اللي بتطرع والأتربة وبتنتشر في كل مكان وبتدمر المكان. التأثير على المنشآت المجاورة زي ما قلنا، من ان انت سواء بتحفر بتأثر على السويل، حتى لو عامل شاترينج وسايد سبورت للحفر، لكن احيانا كتيرة بيحصل هبوط وبيحصل حركة للسويل وممكن تأثر على المنشآت المجاورة. علاوة على طبعا موضوع خطير جدا اللي اتكلمنا عليه اللي هو تأثير المياه الجوفية، وان انت عشان تشتغل وتركب اي مواسير لازم تبقى البيت بتاع الماسورة ناشف ولازم تنشف المية، وده موضوع خطير جدا. طبعا عامل مهم جدا عامل الوقت، الترينشلس تكنولوجي بتوفر في الوقت، يمكن بتستغرق من 15-20% من الوقت اللي بياخده الاوبن كات. وعامل التكلفة ده موضوع بيصار فيه كلام كتير، لان احنا للأسف احيانا بنقارن مقارنة ظالمة، ما بنقارنش ابل تو ابل، بمسك تكلفة الدايركت كوست بتاع ده قصاد الدايركت كوست، ما ببصش للعوامل دي كلها، وببص ان انا لما بشتغل ترينش ليس تكنولوجي وفرت كل العوامل اللي فوق دي. ولكن بالرغم من كده في احيان كتيره في بعض الامور بيبقى
الحفر المفتوح زي لما اكون عايز اعدي ترعة او اعدي سكة حديد، تكلفة الحفر المفتوح زمان كانت رهيبة، لان انا بقعد اعمل منشآت وبعمل احتياطات. دلوقتي الترينشلس تكنولوجي بقى تكلفتها في المواضيع دي بالذات اقل ان شاء الله. ده منظر لمشروع، ارجو ان هو تكون الصورة واضحة، احدى مشروعات الشركة وانا في ابناء علام، وكان في بورسعيد وكان السوق التجاري، واتفرجوا على حجم الدمار اللي بالرغم ان ده بعد ما الشغل اجزاء منه خلصت وبردم. معدات اضطرنا نجيب معدات صغيرة اللي هي السكيد لودر، الشدة اهي ومفكوك اجزاء منها، ادي سيستم الديووترنج اللي هو ويل بوينت سيستم، والناس وقطعين الشارع والناس المحلات التجارية والنصبات والكلام ده كل ده متعطل والناس بتعاني أشد المعاناة. وبرضو الصورة دي بتبين أنا بكمل شغلي في وسط الناس وحركة الناس، موضوع صعب جدا يعني. ده كانت جنينة جميلة وظريفة وحلوة، واضطروا حاجة من الاثنين، يعملوا الخط في وسط الشارع ويقطعوا الأسفلت والمرور، يا إما يحطوها في الجزيرة ويدمروا الجنينة، واضطرينا ناخد القرار الثاني. وطبعا ما ده مدمر للبيئة والجنينة والأشجار والكلام ده كله، وزي ما احنا شايفين دي شدة. بالمناسبة الشدة دي اختراع شركة أبناء حسن علام، ويكون ليه الشرف ان انا من اول ما استخدمت الشدة دي، اسمها لايت شيت بايلينج. اللايت شيت بايلز دي هي زي الشيت بايلز التقيلة اللي احنا عارفينها، بس دي بتتعمل يدوي وخفيفة، والكروس سيكشن بتاعها خفيف، ووزن اللوح لا يزيد عن 25 كيلو، يقدر يشيله عامل ويمشي. بينما طبعا ستارة الشيت بايل لازم تتشال بوينش والكلام ده، بتوصل نص طن واكتر حسب الطول بتاعها. فاحنا عملنا السيستم ده بسرعة ونجح، وكان بينجح في الاراضي الرملية وبيقطع جزء كبير من المية، لان له دوسرة وله حاجات زي بالظبط الشيت بايلز الكبيرة، ولكن القطاع بتاعه اقل. وبنفس الطريقة بندكمه بويلز خشب، اللي بنقول عليها الولايم للناس اللي عارفة اللي بيشتغلوا في الصرف الصحي، وبرضو الدكم الستراتس اللي هي شغال. تمام. انا هخش على الاصلاح. زي ما قلنا احنا بنصنف الاصلاح تبع الجايد لاين اللي عملته الجمعية الدولية اللي هي International Society للترينشلس تكنولوجي. هنلاقي ده جدول اللي هي عملته لنا. القسم اللي على الشمال ده انا مش هقرب له، لان ده خاص بالنيو انستاليشن، مش موضوعنا في المحاضره، والزملاء اتكلموا هيتكلموا فيه. انا هخش على الجزء بتاع الريهابيليتيشن. هما الاثنين بيشتركوا في الجزء اللي فوق اللي بنسميه كونديشن اسسمنت واللوكيشن، بس هنا بيتغير اللوكيشن هو هنا بدل كونديشن اسسمنت بعمل جيولوجيكال سيرفي. اللوكيشن في حالة المرافق القائمة ما بقاش محتاجه قوي، لكن للأسف أحياناً بتخش على شارع الأسفلت رادم ومغطي على كل الأغطية، سواء أغطية غرف المحابس لمواسير المية والغاز والكلام ده، أو على أغطية المناهيل بالنسبة للصرف الصحي وبالنسبة لصرف الأمطار. فطبعاً محتاج تحدد اللوكيشن، بس بيبقى وضعه أسهل من الإنشاء الجديد. الجزء الثاني المهم جدا اللي هو اللي بنسميه condition assessment، هو ده اللي احنا بنحدد منه حالة الماسورة أو المرفق اللي أنا هشتغل عليه. هو جزئين، الجزء الأول اسمه CCTV، وده بيتعمل له محاضرات لوحده، لكن هنحاول إن احنا النهاردة نتكلم فيه بسرعة بدون الإخلال. والجزء الثاني اللي اسمه الليك ديتكشن. الليك ديتكشن ده عادة لمواسير المية والمواسير اللي هي under pressure اللي بتنقل أي نوع من السوائل، بس إيه ده نوعية متقدمة قوي ومش منتشرة ومش هنتعرض لها بالتفصيل. بعد كده بعد ما حددنا حالة الماسورة بنروح بقى على أنواع الإصلاح. زي ما قلنا بتتقسم الى رينوفيشن
او ريبليسمنت او ريبير. الرينوفيشن بيتكلم على نون ستراكشرال، يعني ما يتعلق بالستراكشر بتاع الماسوره او ستراكشرال. نون ستراكشرال ان انا الماسوره الحاله الانشائيه بتاعتها جيده لكن حاله السطح من جوه فيها مشاكل. الاستراكشر لا، الماسوره الحاله الانشائيه بتاعتها فيها مشاكل. الريبليسمنت ده بيبقى القرار خلاص الماسوره ما عادتش تنفع سواء لا انشائيا ولا اي حاجه، ولازم اغيرها بحاجه جديده، فباخد دي تكنولوجيات الريبليسمنت. والريبير هو ده ابسط انواعه منه، ريبير لوكال بيتعامل مع الجوينتس والاماكن اللي حصل فيه مشاكل، او في ريبير بس نادرا ما بنستخدمه هنا في مصر اللي هو اسمه فلاد جراوتنج، بيجي عند بيجيب خزان كبير، عربيات خزان مخلوط فيها جراوت اسمنتي، ويجي يبقى متأكد ان في مشاكل في الخط بس مشاكل بسيطة، ومن طريق المنهولين ويعمل سدود في المنهولين ويقطع المية من المنهول ده والمنهول ده، ويضخ عن طريق ترمبات المية من الخزان ده لغاية لما تملى الخط وتفيد من المنهول التاني، ويسيبها مدة زمنية لغاية لما المواسير تتشبع، وإذا كان في شروخ تتملي والكلام ده وجسم المنهول يتملي ويسيبها شوية، وبعدين بعد مدة يروح ساحب السوائل الإضافية كلها بالترمبات ومرجعها لخزان تاني، وبعدين يعمل لها إعادة تدوير في حتة تانية. لكن النوعية دي يعني بتستخدم على نطاق ضيق جدا. تمام، هنخش بقى بالتفصيل. احنا قلنا بسرعة شديدة في شوية تعريفات، يعني بيتكلم عن اللوكيشن، ايه هو اللوكيشن بنحدده، اللي هو شوية اجهزة وشوية تكنيكس بتحدد لنا مكان المرفق، منها اجهزة رادار بتمشي فوق الخط تقدر تحدد لنا. طبعا في اجهزة مكتشفات معادن تقول لك الغطاء هنا بتاع المنهول، الغطاء هنا بتاع المحابس، في رادار يقول لك في كابلات، في مواسير بيحدد لك الكلام ده. بقى في اجهزة رادار متقدمة بتعمل لك تصنيف للسويل لمسافة 10 11 او 12 متر وانت ماشي. في حاجة اسمها vacuum excavation، وبرضه ده ما بيستخدمش كتير عندنا، ان هو بيبدأ الحتة اللي عايز يكشف عليها دي بتبقى في الأماكن الترابية والكلام ده، يبدأ يسحب عن طريق السكشن زي عربيات النافوري اللي بنشوفها في لما هنيجي نتعرض للغسيل والتطهير، بيبقى ملحق معاها جزء سكشن لسحب الرواسب والمخلفات، بيبقى فيه ساكشن عالي قوي ويقدر عن طريق مواسير يروح ساحب التراب والحاجات دي وكاشف المرفق اللي أنا عايز أبدأ أفحصه. طبعا برضو الكلام ده ما بنستخدموش قوي لكن بنقوله عشان، وده الرادارات اللي قلنا عليها اللي بتبين لنا إيه اللي موجود تحت الأرض. الكونديشن أسيسمنت اللي احنا بقى اتكلمنا عليه اللي هو CCTV أساسا، اللي هو Closed Circuit Television، استخدام دوائر تلفزيونية مغلقة لتصوير المواسير من الداخل. ده بيمثل ببساطة، الدياجرام ده ببساطة شديدة جدا ايه هي الفكرة التصوير. دي الماسورة ودي الحالة اللي عليها، دي مثلا تمثل شروخ ودي فاصل، ودي الكاميرا هي متشالة على حامل اللي بنسميه جرار، وهنا الكاميرا ولها إضاءة بتنور لها الماسورة قدامها، والكابلة دي الكاميرا مرتبطة ورا بكابل بيوصلها بكنترول يونت، الكنترول يونت، وفي طبعا في واير رابط الجرار ده. الجرارات دي أول ما بدأت أو الحوامل دي أول ما بدأت كانت يدوي بتسحب أو ناش يدوي من ورا ومن قدام. أنا اشتغلت بالكلام ده وهو في بداياته بالكاميرات البدائية دي، معلش يعني، وبعدين تطورت بسرعة مذهلة دلوقتي بقت حاجات، هنشوف فيلم صغير بيورينا الكاميرات المتطورة. الكاميرا دي بتبدأ
الاوبريتور بيبدا بعد ما نزلناها بتبدا تنور الماسوره ويبدا عن طريق الكاميرا يبدا يصور، وبعدين الفيلم يطلع يتسجل فوق على مونيتور، والمونيتور ده ملحق معاه بقى وسيله تسجيل كمبيوتر فيديو، تطلع على كاسيتات، تطلع على سيديهات، تطلع على فلاشات حسب التطور وسائل الكمبيوتر اللي موجوده دلوقتي. والأوبريتور قاعد وهو ماشي بالكاميرا بيلاحظ كل العيوب، بيبدأ يسجلها ويصنفها ويكتب تقرير، وهو ماشي بيكتب ملاحظاته على الشريط عن طريق وحدة إدخال زي الكيبورد بتاعه. تعريف التصوير، إيه هو التصوير؟ التصوير هو الكشف والفحص للمواسير والخطوط الشبكات من الداخل بواسطة استخدام كاميرا التصوير تلفزيوني، وتعرض على شاشة خارجية بغرض تحديد الحالة الإنشائية للخطوط، سواء وجود كسور داخل المواسير، وجود شروخ، وجود رشح، وجود وصلات مفتوحة اللي بنسميها الأوبن جوينت، لمعرفة ما هو المطلوب عمله لهذه الخطوط من أعمال الإصلاح، عشان نجاوب عن الأسئلة إيه اللي شفناه ولقيناه فين والوقت اللي أنا شفته فيه والدقة شكلها إيه. طيب هل في علاقة ليه السي سي تي في دي مدينها الأهمية دي؟ هل في علاقة بينها وبين الإصلاح؟ طبعا دي علاقة محورية جدا. بنقول إن السي سي تي في أنا بستخدم التصوير الأول قبل ما أبدأ أي إصلاح، هو اللي بيقول لي حالة المواسير إيه، وبناء عليه أبدأ أقول هصلح إزاي. وفي تكنولوجيات في الإصلاح بتستخدم الكاميرات وهي شغالة، الكاميرا جزء من التكنولوجي، لأن أنا كل التكنولوجيات دي نون انتري مان، يعني ما حدش بيقدر يخش جوه الماسورة، فعشان أشوف إيه اللي بيتعمل لازم يبقى في كاميرا بترصد لي اللي بيحصل، تمام؟ فيبقى آدي العلاقة التانية. آخر حاجة إن أنا بعد ما أخلص الإصلاح لازم أصور اللي صلحته عشان أعمل بروف سواء للكلاينت أو الاستشاري إن أنا شغلي اتعمل صح، تمام؟ وبتحقق التصوير بيحقق الأهداف الآتية، مش عايز يعني الكلام زي ما احنا شايفينه كلام نظري بسرعة شديدة جدا، مش عايز أعيده تاني. بيحدد لنا المواقع بتاعت المشاكل وإذا كان فيه مياه رشح، وفي موضوع خطير جدا أنا بصراحة أول فيلم فيديو شفته لصورة ماسورة من الداخل كأني بتفرج على حاجة ما شفتهاش قبل كده. طبعا في جذور أشجار، الجذور الأشجار بتبحث عن المية وبتخش جوه المواسير واحنا مش متصورين، وتبدأ جوه تنمو وبتكبر، وبنلاقي أحيانا بلوك جوه الماسورة جاي من نمو جذور أشجار. حد شاف الكلام ده غير بعد ما الكاميرات نزلت وصورت، اللي بنشوف الفيران والكلام ده أكن فيه وحوش، لأن بتلاقيه قدام الكاميرا ولا الفيل ظاهر قدام، حشرات وصراصير وبلاوي زرقاء يعني. علاوة على أنه إحنا برضو بنستخدم التصوير لما يكون الشركات المسؤولة أو اللي بنسميها الأمانات أو المونيسيباليتيز مسؤولة عن صيانة الخطوط دي، بتقدر تعرف منها حالة الخطوط وتبدأ تحدد أولويات الصيانة، مين الخط اللي تعبان أكتر أبدأ أحط له خطة لصيانته وتنظيفه. يبقى التصوير بيساعدني في معرفة إن أنا أعمل أولويات الصيانة، وطبعا بصنف العوائق اللي موجودة وبصنف المشاكل. وحاجة زادت بقى في الموضوع ده إنه بعد ما لقوا ان في مشاكل كتيره جدا بعد التصوير بتظهر، والاقي مشروع متسلم وزي الفل لما كان صوره الاقي في مشاكل مش اقل من 20-30%، لانه للاسف الشديد مواسير الصرف الصحي بالذات مشاكلها بتظهر بعد الرد، لسوء حاله الرد ممكن الماسوره تتشرخ وتتكسر، الجوينت من 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 الكومباكشن بتاع الرد او لاهمال الرد، الكلام ده كله بتظهر مشاكل كتيرة. فأنا لما بصور جات الشركات المسؤولة قالت لك بص في العقود الجديدة بينص في العقد إن العقد هيتم تسليمه بواسطة كاميرات
التصوير، يعني هيتسلم بالسي سي تي في. طبعا ده موضوع هام جدا وقلل كتير جدا من المشاكل وخلى المقاولين يهتموا جدا بالتنفيذ، لانه المشاكل اللي بتظهر للي شاف كاميرات وشاف النتائج تصوير عرف يعني ايه مشاكل تنفيذ. مكونات وحدة التصوير بسرعة شديدة، مونيتور فوق ووحدة وينش للتحكم وجرار بنشيل عليه الكاميرا، ادي الاضاءة يعني ادي المونيتور، ادي وحدة التحكم والوينش، وادي الجرار اللي شايل الكاميرا، وادي الكاميرا، وادي وحدات الاضاءة. الكاميرا دي كانت حركتها قليلة جدا في الاتجاهين الافقي والرأسي، فكانت الصور ما بتطلعش واضحة جدا. طبعا الكلام ده كله تطور بشكل كبير جدا، دي اشكال نماذج احدث، دي كاميرا حديثة. الكاميرا دي ممكن انها بتلف في الاتجاه الرأسي تكاد تكون 360 درجة، طبعا مش ما فيش 360 درجة بالكامل، لكن تكاد بتلف، وبرضو بيحصل لها في الاتجاه الثاني نفس الشيء يعني في الاكس والواي. ده جرار حامل او جرار بعجل، والعجل ده ذاتي الحركة، بيبقى فيه كابل متصل بيوصل الحركة للجرار، والعجل ده ممكن يتغير وقطره يكبر ويصغر حسب قطر الماسورة، علاوة على انه له زي حامل هيدروليكي هنا بيعلى ويوطى عشان يحافظ على الكاميرا في اكس الماسورة عشان دقة التصوير. ده عبارة عن نوع من الجرارات أو الحوامل على هيئة لانش، ده بيستخدموه في اللي بنسميه المجمعات الكبيرة أو المواسير الكبيرة اللي بيبقى فيها نسبة مية، فعشان كده بنضطر إن احنا نستخدم النوع ده عشان الكاميرا تطفو على المية ما تغرقش. طب انا هصور اخش على الماسوره اصورها كده؟ لا، المواسير قبل ما اصورها بنعمل حاجه اسمها التجهيز للتصوير، هو عباره عن تطهير وغسيل الشبكات، وفي نفس الوقت ان انا بعزل الجزء اللي عايز اصوره عن طريق ان انا بعمل سدود على الفرعات وعلى الاجزاء. يعني انا هصور جزء بين منهولين، اسد المية اللي جاية من ناحية الفرعات اللي رمي على المنهول الأول والفرعات اللي رمي على المنهول الثاني، والسدود دي منها أنواع كتيرة، هنقول أشهرها هي السدود البالونية وهي أغلاها. هي عبارة عن بالونات مطاطية بتقدر تتحمل ضغوط من نص إلى واحد ونص بار، تمام، وفي نفس الوقت ثمنها غالي شويه، بيبقى معاها مجموعه محابس تقدر ان انت تزود بيها الضغط جواها او تخففه، وبتركبه جوه الفتحه وتنفخها وتقفل بيها الميه عشان تقدر تقلل الميه في الجزء اللي انت هتبدا تصوره. بتبدا تجيب عربيات خاصه بيسموها النوافير، وبقى ملحق معاها دلوقتي عربيات سكشن بتسحب النوافير، بتغسل المصورة بالمنهول من كل الرواسب والكلام ده، بعدين تتجمع في آخر منهول ويبدأ سحب الرواسب ديت بواسطة السكشن، تترفع من المنهول برضو بالعربية، وحنشوف الكلام ده في فيديو صغير يورينا الدنيا شغالة ازاي، وتقدر تطلع كل الحاجات دي عشان تبقى الدنيا نظيفة عشان تقدر تصور وتطلع صورة التصوير مظبوطة. في برضو من ضمن الحاجات اللي بنعملها اللي هي التحويلات، لما يكون الفلو اللي جاي كبير قوي ومش قادر ان انا اعمل تصوير، فبضطر ان انا من منهول سابق للمكان اللي انا عايز اصوره بعمل سد وبحط تحويلة اللي هما بتوع الصرف الصحي عارفينها اسمها كنتريبيا، يعني اجيب ترومبة والترومبة دي او عدة ترومبات واعمل خط فوق سطح الارض خط مؤقت، وابدأ اضخ المية من المنهول اللي انا عامل عنده السد، وابدأ ارفع المية واحولها لمسافة فرعتين ثلاثة قدام، وابدأ ارجع المية تاني على الخط، ويبقى انا كده حولت المية عن الجزء اللي انا عايز
أنظفه أو اللي أنا عايز أصوره. إجراءات الفحص بالتصوير التلفزيوني قلنا هي أعمال بتتم في الموقع طبعاً بعد ما جهزنا وغسلنا والكلام ده. الأعمال اللي بتتم في الموقع، الأوبريتور اللي واقف أول ما بيبدأ بيسجل البيانات دي قدامه عن طريق الكيبورد على الشاشة، بيدون البيانات، قطر الفرع، طبعاً كلمة فرع دي مشهورة في كل اللي بيشتغل في الصرف الصحي، يعني اللي هي السكشن أو القطاع اللي احنا بنشتغل عليه بيسموه الفرع، قطر الفرع، نوع المواسير المستخدمة، الموقع أنا فين وفي أني حي وفي أني شارع، ورقم المطبخ من مطبخ كذا المطبخ كذا. إذا كنت بصور صرف صحي، إذا كنت بصور مواسير مية فبياناتها متشابهة ما فيش فرق كبير، طول المواسير اللي هي هفحصها وإجمالي طول الفرع كله والتاريخ اللي أنا بتاع يوم التصوير والوقت اللي أنا بصور فيه. بعد كده بتيجي الكاميرا وبتنزل وتمر داخل الفرع ويبدأ تبان الصورة على الشاشة، والأوبريتور بيبدأ يمشي بالكاميرا جوه الفرع ويبدأ في سرعة معينة. كانت طبعا الكاميرات زمان والجرارات بتبقى سرعتها بطيئة شوية عشان يعرف يصور، مع تقدم الجرارات وتقدم الكاميرات ممكن السرعات بدأت تزيد شوية، علاوة على إمكانيات الكاميرا يقدر يقف في أي لحظة إذا الأوبريتور لاحظ أنه الأمور في حاجة شاكك فيها، يقف ويفحص ويلف وإن شاء الله يقف دقيقتين ثلاثة عند كل مشكلة ويسجلها ويدون ملاحظاته على الشريط أو على السي دي أو نوع وسيلة الإخراج. وبعد كده بيطلع الكلام ده كله على فلاشات أو سيديات وتتسلم للمهندس المختص عشان يبدأ يعمل تحليل وتصنيف للعيوب. ده شكل صورة سريع مش واضحة قوي، لكن صورة بتمثل عيب خطير جدا في مواسير معروفة لها جي ار بي. الجزء اللي فوق ده عبارة عن شرخ طولي، وده معروف في المواسير الجي ار بي اسمه الابل شيب، ان الماسورة بتعمل زي شكل التفاحة، ان بيبقى الاستيفنس بتاع جدار الماسورة مش متناسب مع حجم الردم او عمق الردم اللي فوق الماسورة، فبتكون النتيجة ان ضغط الردم ما بتستحملوش جدار الماسورة ويتشرخ بالشكل ده، وده ما بيظهرش غير في التصوير للأسف. طبعا لو احنا في مناطق فيها مية او الكلام ده وبدأ الشرخ ده ينفذ بتبدأ المية تظهر وتعمل مشاكل كبيرة. بعد ما اخلص بتروح الكلام ده في المكتب، في ناس متخصصة بتبدأ تفحص الشريط وتفرغ كل الملاحظات وكل اللي الأوبريتور كتبه على الشريط عن طريق في ريبورتات مخصوصة وعبارة عن جداول مخصوصة، وكل عيب له كود وله ترقيم وبيبدأ يتفرغ الكلام ده كله ويتسجل. وبعد كده المهندس اللي عمل الكلام ده بيعرضه على مهندس أكثر خبرة، بياخد التقرير اللي مكتوب على الريبورتات والشيتات مع الشريط ويبدأ في النهاية يقرر ايه اللي هيتعمل في الماسورة دي وايه نوع الاصلاح اللي هيتم. ده كده باختصار شديد جدا لان الموضوع ده موضوع كبير، وانا هوريكم بسرعة شديدة فيديو صغير سوري طيب. هل الصورة واضحة كده؟ باشمهندس محمد أشرف الصورة واضحة؟ تمام يا باشمهندس واضحة جدا تمام. طيب معلش، هو طبعا انا بحاول اعلي الصوت فبتقف، لكن هنشغله تاني.
ده فيديو قصير قوي بيورينا ادي وحدة مدمكة عبارة عن الكاميرا بوسيلة التحكم بالونش بالمونيتور بالكمبيوتر بكل حاجة في حتة بتاع صغير قد كده زي ما احنا شايفينه متشال على عجلة صغيرة جرار صغير. ده شكل كاميرا حديثة والإضاءة. ده شكل الماسورة وهي من جوه الكاميرا ماشية بتصور. دي كاميرات أحدث، الكاميرا والإضاءة بتاعتها إيه قدام، كاميرا بتلف في كل الاتجاهات. في وحدات أكبر بتتشال عن طريق عربية صغيرة، الوحدة بتبقى أكبر شوية، إمكانياتها أكبر، بيجي عن طريق فورك ليفت يرفعها ويركبوها على عربية وتنقلها للموقع. يعني الموضوع بيتطور، وبحيث ان ده وادي شكل الونش اللي بيسحب ومولد صغير بيدي الطاقة للوحدة دي كلها، بحيث ان في النهاية الشغل اللي بيتعمل في الموقع ادي الكاميرا بعد ما خلص بيغسلها وبينظفها وبيرجعها يحطها في مكانها. طيب الفيلم الثاني ده بيورينا اللي هي وحدات التنظيف. ده جزء من معرض، المعرض ده كان بيتكلم على ترينشلس تكنولوجي، وبما ان التصوير والتنظيف وحدات الغسيل والتطهير جزء اساسي بيورينا هنا وحدات. ادي وحدة عبارة عن، دي وحدة صغيرة ودي وحدة كبيرة عبارة عن نافوري، والنافوري ده بيبقى ملحق معاه طبعا بيطلع مية على ضغوط عالية جدا، وبيبقى ملحق معاه وحدة ساكشن ورا اللي هي طبعا تطورت عن طريق الخرطوم، ده بيقدر يسحب الرواسب والكلام ده من المنهول، وبعدين بعد كده أثناء بيضخ مية بضغط عالي جدا. يعني أعتقد أن الضغوط حاليا عدت 500 و600 بار ويمكن أكتر. في بيستخدم مع الخراطيم دي في نهايتها نازلز معينة هنشوفها، النازلز دي هي اللي بتبقى في نهاية الخرطوم، وهي دي اللي بتعمل الجيتنج اللي بنغسل بيه جدار المواسير، وشكل النزل هي بتتغير حسب قطر الماسورة. ده بيورينا ازاي بيشفط الأتربة والرواسب اللي موجودة في حفرة من الحفر عن طريق السكشن العالي اللي ملحق مع خزان السحب. وبعدين بعد كده دي وسيلة لما بيروح يفضي الرواسب في، ادي شكل بعض اجزاء النوزلز اللي بنشوفها وضغط المية طالع منها. في نوزلز بتطلع المية من الخلف بقوة شديدة جدا، والفكرة الاساسية النوزل دي بتبقى راكبة على خرطوم، والخرطوم ده على بكرة في وحدة النافوري، والبكرة دي بيبدأ الاوبريتور يشغل ضغط المية ويعمل ريليز البكرة، فتبدأ بعد ما ينزل الخرطوم جوه المنهول فبتبدأ النازل تتقدم للأمام، لأن ضغط المية بيبقى عامل زي المحرك النفاس يخلي النازل بالخرطوم تندفع والمية ترجع لورا لغاية لما توصل للنقطة اللي هي عايز أبدأ منها الغسيل. بيبدأ يشتغل بالعكس، يبدأ الخرطوم بالبكرة، الأوبريتور يسحب الخرطوم بالبكرة ويزود ضغط المية، فالمية والخرطوم راجع هو والنزل يطلع طيار شديد جدا يغسل جدار الماسورة ويشيل كل الرواسب. بيكرر العملية دي رايح جاي لغاية لما يتأكد ان الماسورة بقت زي الفل. بعد كده يبدأ يعمل سكشن للماسورة بالرواسب اللي اتجمعت
طيب هنخش بعد كده على معلش عشان بس بنقل السلايد شو. الليك ديتكشن زي ما قلنا بسرعه كده انا يعني مش هتعرض له بسرعه. هو ده بنعمله مع مواسير اللي هي اندر بريشر السوائل ومن الميه او السوائل عموما. بفكرته ببساطه ان هي عباره عن سنسورز بتخش جوه الماسوره وهي شغاله بدخلها عن طريق فتحه محابس او اي كونكشن فيتنج على الماسوره وبدخلها بطريقة معينة بحيث ما يحصلش وبقفل عليها وببدأ تمشي السنسور ده مع السائل وهو بيدي قرايات لعربية موجودة فوق بيدي قرايات عن طريق زي الرادار هي أكويستيك في كلها معظم ترددات صوتية ويبدأ يتسجل الترددات دي وتتقارن على كيرفات موجودة في العربية وبناء عليه قرروا إذا كانت في ليك موجود ولا لا. لكن طبعا يعني دي في الأعمال الهامة جدا بتشتغل. طيب ده الجزء الأولاني من المحاضرة قبل ما نخش على تصنيفات الإصلاح اللي هي إحنا دلوقتي صورنا وجهزنا وحددنا المشاكل وقررنا هنصلح ازاي. هل في حد عنده سؤال يعني قبل ما نبدا الجزء الثاني من المحاضره؟ احب ان انا اسمع لو في حد عنده سؤال. شوانس محمد انت فاتح الشات؟ ايوه الشات اللي عنده سؤال اللي يقدر على الشات او يعمل ريز هاند ويدخل مع حضرتك يعني لو حابب. في حد يحب يسأل سؤال قبل ما ننقل على الجزء الثاني؟ السلام عليكم. في جزء عندكم تقدر ترفع ايدك ونبدأ. هو المهندس احمد معانا بس الصوت واطي يا باشمهندس احمد، ممكن تنمل حضرتك عن الصوت؟ شايف صوت واطي قوي. حضرتك كده تمام؟ اتفضل. حضرتك سامعني كويس؟ بدأت أسمع كده. طب تمام، إزاي حضرتك يا باشمهندس؟ الحمد لله الحمد لله، اتفضل. أنا متشكر أولاً على المحاضرة الجميلة جداً دي. ربنا يبارك لك، ربنا يبارك لك. كل خير يعني. الله يكرمك. أنا معماري أصلاً يعني، بس أنا كنت حابب أستفيد من كده. عموماً يعني بيجي وقت اللي بيشتغل في المياه والصرف الصحي ما بتفرقش معاه ميكانيكا ولا معماري ولا مدني يعني. تمام يا باشمهندس، تمام. اتفضل. هو الله يخلي حضرتك يا باشمهندس، هو انا كنت شفت في افلام اجنبيه كده انه الماسوره قطرها كبير بيمر منها مواسير كتير، ففي الحاله دي قطر الماسوره بيكون كبير، ممكن حد يعني هل ممكن مواسير الصرف الصحي تكون ماشيه في زي العدادات النفائيه كده في ماسوره قطرها كبير بالاضافه لمواسير يعني كل المواسير غير الصرف الصحي يعني في مواسير تانية، ولا هو صرف لازم يكون لوحده خالص بعيد عن اي حاجه يعني؟ طيب هو يعني ببساطة شديدة جدا احنا معانا طبعا زملاء مصممين وهم اللي عارفين القواعد. هي ماسورة الصرف الصحي اساسا لازم يراعى فيها الميول، تمام، لانها ماسورة الصرف الصحي بتمشي بالانحدار لغاية لما توصل الميول لدرجة العمق يزداد قوي بنضطر ان احنا نعمل محطة رفع وبعدين نعمل حاجة اسمها خط طرد او خط اندر بريشر ينقل على نقطة او غرفة تهدئة على منسوب اعلى شوية وبعدين ابدأ اعمل
انحدار من جديد لغايه لما اخلص شبكه البلد او انقل من محطه لمحطه بيناولوا بعض لغايه لما اوصل لمحطه التنقيه او محطه معالجه ميه الصرف الصحي. فمواسير الصرف الصحي بالذات عاده لازم تمشي لوحديها عشان ما بتخضع لميول خاصة بيها، إلا لو ماشي معاها مواسير من نفس الميل ومن نفس القطر فتقدر تحطهم في خندق واحد أو كالفرت أو الكلام. لكن عادة اللي سعادتك تتكلم عليه ده زي ماسورة كبيرة أو كالفرت يحتوي مواسير خدمات، عادة دي بتبقى مواسير يا إما أندر بريشر يا إما مواسير بتاعت بروسيس بتاعت أغراض صناعية أو حاجة زي كده. هل سعادتك الإجابة وافية ولا في حاجة تاني؟ تمام 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 تمام، شكرا يا باشمهندس. العفو يا فندم، العفو. طيب ننتقل بسرعة للجزء بتاع الإصلاح عشان ما ضيعش وقتكم. طيب طرق الإصلاح بدون حفر، باشمهندس هو واضح ان في سؤال بس من احد الزملاء. طب انا مش واصل عندي بس الصوت، الصوت واطي شويه يعني. الصوت الحقيقه مش باين عندي. ايوه اتفضل. مش الصوت مش باين خالص. لازم تشوفيها والله. ايوه باشمهندس اتفضل. سيبيني سيبيني انا خلاص بقيت عرفت. فندم بس طيب. لا الصوت مش واضح خالص. طيب انا هخش في الجزء الثاني ونبقى اللي عنده سؤال يساله بعد ما نخلص عشان نحاول ما نطولش على الناس كتير. بنقول ان التكنولوجيات دي تكنولوجيات حديثه بقالها في العالم عمر حوالي 50 سنة بالكتير قوي، وبتتطور بشكل مذهل وتوسعت جدا، وكل شركه بقت تطور وتصرف على الأبحاث والتطوير بحيث أنها كل شركة بقى عندها تكنولوجي. صحيح هم بيندرجوا تحت سيكشنز رئيسية، لكن في النهاية كل شركة حاولت تعمل لنفسها تكنولوجي بحيث أنها بتغير شوية حاجات، بتغير في الأجهزة، بتغير في الفكرة، وفي النهاية بيبقى عندها تكنولوجي خاص بيها. توسعت جدا الكلام ده. لكن احنا هنقول هنتكلم على نوعيات الاصلاح الرئيسية وطبقا للجايد لاين بتاع الجمعية الدولية زي ما كنا قلنا ان شاء الله. تمام. هنبدأ تاني بنفس الجايد لاين وهنخش على الرينوفيشن، وهنتكلم على النون ستراكشر رينوفيشن. طبعا دي شوية تعريفات، وقلنا الريهابيليتيشن اللي هو all measures for restoring or upgrading the performance of existing utility system including renovation, replacement or repair to overcome problems related to any aspect of performance. يعني انه ما معنى الريهابيليتيشن؟ ان انا كل الاجراءات اللي انا بعملها على مرفق قائم عشان ان انا ارجع كفاءته للوضع اللي كانت عليه قبل كده، او ان انا اعمل له upgrading للperformance بتاعه. ودي شاملة اجراءات يا اما renovation ان انا بجدده، او replacement ان انا بستبدله، او repair ان انا بصلح اصلاحات محددة. renovation زي ما قلنا هو احدى طرق الاصلاح بالtrenchless technology. بنسميه method of rehabilitation that incorporates all or part of the original fabric
of a host pipe to improve the performance of the pipe. يبقى أنا عايز الفابريك بتاع الماسورة سواء جزء منه أو كله هتعامل معاه عشان أحسن الأداء بتاع الماسورة. تمام؟ طيب الأداء ده أو التحسين ده بيتم يا إما إن أنا بتعلق بالجزء اللي هتعامل معاه حالة السطح الداخلي بس بدون ما تعرض لجسم الماسورة أو الستركشر وول بتاع الماسورة، وفي الحالة دي بنسميه non-structural renovation. Pipe renovation method that relies on the host pipe to meet integrity requirements of the utility. يعني أنا محتاج لسه جسم الماسورة يبقى شغال معايا وبيحقق كل الأغراض المطلوبة وبتعامل مع السطح بس، ده اللي non-structural. طيب عامل لي دياجرام بسيط جدا بيقول لي ايه؟ ان انا بدخل الفكرة الاساسية في النوعية دي ايه؟ ان انا هعمل تبطين سريع للماسورة من الداخل، لان انا عايز اتعامل مع حالة السطح. حالة السطح دي بتكون حصل عليها لاسباب ما، وفي الغالب دي بتحصل في مواسير البريشر بايبس، ان يكون حالة السطح حصل عليه تآكل، حصل عليه شوية شروخ بسيطة خصوصا في المواسير الميتال والكلام ده. فأنا بحاول إن أنا أعمل طبقة جديدة زي الدهان، أو في المواسير الخرسانية ومواسير القديمة اللي هي بتاعت الجرافتي ممكن أعمل طبقة سيمنت مورتر، أوكي، برضو رقيقة ما هياش بطانة. فدي بنستخدم تكنيك بسيط جدا، ان هو كاميرا ومعاها روبوت، لان احنا هنخش جوه الماسورة ومفيش بني ادم هيخش، فهيخش روبوت. الفكرة ان الروبوت ده والكاميرا معاه بتبدأ ووسيلة جر بتبدأ يتحرك المجموعة دي لغاية لما الكاميرا توصل للمكان اللي هو عايز يعمل له تبطين او اعمل له التجديد، يبدأ تطلع والروبوت بيبقى متوصل بره مع وحدات فيها المواد، خزان فيه المواد اللي مطلوب سواء كانت سميرت أو جراوت مورتر أو كانت مواد إيبوكسية أو مواد ريزنز أو أي نوع من الكيميكالز، هعمل بيها تبطين للسطح من الداخل. والروبوت ده بيبقى عبارة عن جهاز صغير بياخد الحركة بتاعته من فوق من الكنترول عن طريق خراطيم تحكم، بتبدأ بيدور وفي نفس الوقت وهو بيدور بيتسحب جوه الماسورة، وفي spread nozzles قاعدة بتضخ الطبقة اللي هي بتعمل applying للدهان اللي أنا هعمله ده على سطح الماسورة من جوه بكثافة وبدرجة واحدة لغاية لما اطمن انها تمت. ده اختصار شديد، وهنشوف فيلم فيديو بيبين لنا الكلام ده، والفيلم الفيديو ده هيوضح لكم بوضوح شديد. And provide long-term corrosion protection affordably and effectively with drenchless. ادي ماسورة، في الغالب دي ماسورة مي. هنا بيستخدم معانا بقى في التطهير زي ما احنا شايفين اجزاء سلاسل ميكانيكيه بتتعامل مع السطح وبتحك وتطلع الصدى والكروجن والكلام ده قبل ما اغسلها، وبعدين ابدا اصورها. وزي ما احنا شايفين بيبدا دي هنا اللي احنا شايفينه ده بيبقى المواسير بتاعه الدخله تتحكم في الروبوت. ادي الروبوت اهو، وفي نهايته الراس الدواره اللي فيها النوزلز، ومن هنا بيجي له من وحده التحكم المواد اللي بيبدا يرشها، وهو راجع بيبدا دوار بيعمل ابلاين على سطح الماسوره وهو ماشي، بحيث انها يرش المادة ويبطن سطح الماسورة ببساطة شديدة جدا ويبطنها زي ما احنا عايزين. ده مثال لأبسط أنواع التعامل مع سطح الماسورة. تمام؟
وده بعد كده يصور اللي هو عمله ويتأكد انه الماسورة كلها تم تبطينها بالبطانة الجديدة. والموضوع انه الماسورة اتجددت تقريبا ورجعت للكفاءة بتاعتها. الفيديو اللي بعديه ده انا ممكن اشوفه دلوقتي وممكن اشوفه بعدين، بس ممكن نشوفه. ده جوينت ريبير بنفس الفكرة، هو مزعج شوية، حوطي الصوت. لما يكون عندي الماسورة سليمة بس فيه اجزاء منها اللي هي عند الجوينتس فيها مشكلة، فببدأ أدخل روبوت. الروبوت ده هنا عامل زي البالونة ومعاه كاميرا بتصور، وادي جزء اهو عامل انفلتريشن والمية نازلة منه، بيجي بيدخل البالونة دي وبتقف في المكان المظبوط. يحصل ان هنا يعمل انفليشن هنا وانفليشن هنا، تحصر الجزء اللي فيه الجوينت بالمية، وبعدين يبدأ يضخ المواد اللي هي مواد الحقن اللي تبدأ تملى الحتة دي لغاية لما تعمل بابل حوالين راس الماسورة. تمام؟ البابل حوالين راس الماسورة دي بتوقف المية وتوقف الانفلتريشن. ده نوع برضو من التعامل مع ريبير، بس ريبير لوكال في حتة صغيرة. هننقل بعد كده لستراكشر رينوفيشن، ان انا عايز اتعامل بقى مع الماسوره الاصليه. عشان كده بيقول لي pipe renovation methods that don't require the structured wall بين قوسين SW يعني structure wall of the host pipe to contribute the ring stiffness needed to satisfy the integrity of the utility. يعني انا مش محتاج الماسوره خالص بعد ما بعمل الإصلاح، وجسم الماسورة ده ممكن استغنى عنه. وده الحقيقة في معظم أنواع الإصلاح بنشتغل بالطريقة دي. أول نوع بسرعة بنتكلم عليه من اللي هو structural renovation اسمه close fit liner. باختصار شديد زي ما احنا شايفين الدياجرام ده، ادي عندي المانهول وادي المانهول الثاني، وبيركب ونش. هنا الاوناش اللي مقصود بيها هو ونش جر مش ونش رفع، اوناش بتعمل حركه جر عن طريق نقل الفورسز عن طريق بكر راسي وبكر افقي، وبتعمل سحب وبتديني قوه افقيه. تمام؟ والاوناش دي تطورت وبقى لها اشكال كثيره، وبقت أوناش هيدروليكية، والفورسز الهيدروليكس اللي بتطلع منها عالية جدا. الفكرة كلها إن أنا بربط ماسورة جديدة ورا، وفي الغالب بتبقى هاي دينستي بولي إيثيلين، وبسحبها من خلال المنهول، وبيبقى لها مقدمة بتتلحم مع الراس هنا، والونش بيربط في الراس هنا، ويبدأ طبعا الواير بيخش لغاية بداية الراس وهي هنا، بعدين الونش يشتغل يبدا يسحب الماسوره دي جوه. والماسوره دي بتبقى يا اما انها قطرها قريب قوي لقطر الماسوره القديمه، تمام، يا اما اصغر منه حاجه بسيطه جدا، وده بنسميه close fit sleeve lining. في منه نوع تاني بيسحب الماسوره متطبقه، يعني دي في الاقطار الصغيره المواسير بيعمل لها عمليه فولدنج، بيطبقها ويلفها كده برباط سريع بحيث انها قطرها يقل، ويبدا يسحبها بالونش جوه الماسوره لغايه لما يخلص الجزء اللي هو عايز يصلحه، وبعدين يبدا عن طريق الهواء المضغوط يروح ضخه جوه في الجزء اللي فولدنج ده، يبدأ الماسورة تنتفخ وترجع لوضعها وتلزق في الماسورة القديمة.
هنا الصورة دي بتبين، ادي الماسورة الجديدة، الماسورة الجديدة دي بتتسحب برضو هنا مكان تجمعها، هو عامل حفرة كبيرة شوية لان قطر الماسورة كبير هنا، قطرها حوالي 600، ودي في تبقى في مواسير المية في الغالب، وعنده خط طويل، فهنا بيبقى التجهيزة اكبر شوية، وهنشوف السيستم ده واسمه دلوقتي. في سيستم تاني بيحقق لي سهولة سحب الماسورة جوه الماسورة عن طريق ان انا الماسورة اللي عايز اسحبها، اللي هي في الغالب في 90% من الحالات بتبقى هاي دينستي بولي ايثيلين، ببدأ اعمل لها خنق للقطر بتاعها، بس فيزيكالي او ميكانيكالي، يعني لا بسخنها ولا بصهرها ولا بعمل عليها اي تغير حراري او كيميائي، تمام؟ فده بعمل خنق عن طريق جزء ميكانيكي بنسميه الريدكشن بايب او ريدكشن فريم بايب، شكل الدياجرام ده، بتيجي الماسوره بره بقطرها الاوريجينال الرئيسي، تخش في الريدكشنال هنا، تطلع منه بالقطر الاقل. عادة القطر الاقل بيبقى يعني بسيط، يعني ال 600 ملي تبقى 550، ال 500 تبقى 450 بالشكل ده. ايه اللي بيحصل؟ انا بعيد تشكيل المادة اللي موجودة في جسم الماسورة، ان انا يحصل لها استطالة واعادة توزيع المادة، يعني ان الفوليوم بتاع المادة بتاعت جسم الماسورة هو هو، لكن بدل ما كان السكنس مثلا 5-3 سنتي والقطر 500، جه السكنس معايا والطول مثلا متر، الطول زاد شوية والقطر قل مع الاحتفاظ بالسكنس هو هو، فبترجع الماسورة تطول شوية أثناء السحب. ده بيتم إزاي؟ عن طريق قوة شد ميكانيكية من وينش موجود في المنهول اللي الناحية دي أو في النقطة اللي الناحية دي، وقوة الضغط الميكانيكية اللي بتحصل من الفريم ده هو على الماسورة الأصلية، بتتشد من قدام وبتضغط لما بتخش هنا، فيبدأ إعادة تشكيل المادة ميكانيكيا، وبعدين تفضل كده لغاية لما تطلع من الناحية التانية. بيعمل حسابه إنه أول ما بيقطع الشد اللي على الماسورة بترجع تستعيد شكلها، فلازم يقطع الشد بعد مسافة معينة بتكون محسوبة. أنا بشد 100 متر، الميت متر دول محتاجين مترين زيادة عشان يرجعوا يستعيدوا القطر بتاعهم، فببقى شادد خارج النقطة اللي أنا عايزها بمترين، يقوم الماسورة ترجع لقطرها الأساسي، وحنشوفها في فيلم فيديو يورينا الكلام. دي برضو شكل للتجهيزة اللي بتحصل في الموقع. ده مختصر بيقول لي امتى بستخدم الكلام ده وايه حدوده. السيستم ده اسمه سويج لايننج. المادة المستخدمة في الماسورة PEH اللي هي High Density Polyethylene. الدايمنشن اللي اقدر استخدمه فيها من 150 ل 500 ملي. اقدر اسحب في المرة الواحدة up to 250 متر. هل الهوست بايب اللي هي الماسورة الرئيسية اللي أنا بسحب جواها محتاجها؟ لا مش محتاجها. الابليكيشن بستخدمها في حالة الويست ووتر والرين ووتر والبروسيس ووتر والجاس والبوتابل ووتر، يعني معظم أنواع المواسير. ده فيديو بيبين لي العملية دي. ده شكل الماسورة اوبتت. لازم طبعا في النوعية دي هي مواسير مية، بيبقى مثلا هسحب 200-300 متر او 250 متر، بلحم الماسورة الرئيسية برا بنظام لحام خاص بالهاي دينستي بولي ايثيلين اللي هو بالفوجن. ده انيميشن بيوريلي العملية ازاي. ادي الماسورة الاصلية بقطرها الاصلي، وادي اللي بنسميه الريدكشن فريم او الداي فريم، بيخش هنا بقطر كبير، يطلع من هنا بقطر صغير، ويبقى مشدود بوينش اهو. ادي الدراع بتاع الوينش اللي بيسحب هنا، دي
رسمة أو جزء من الفيديو الحقيقي، ده الفريم اللي على وش الماسورة، والماسورة الجديدة بتسحب جواه، هيفضل ماشي معانا سلولي طبعا الونش بيسحب ببطء لغاية لما والماسورة هي بتسحب من مسافة طويلة. طبعا ده بيناسب خطوط المية اكتر من الصرف، عشان محتاج مسافة انزل فيها الماسورة. و ادي شكل الماسورة وهي طالعة، هيبدأ يسحبها لمسافة اطول عشان يعوض. ده شكل الونش اللي بقول لكم ونش هيدروليكي متطور اللي بيسحب بيه. خلاص كده هو خلص، هيبدأ يطلع، وادي الماسورة اهي وصلت معاه زي لنهاية المسافة اللي عايز يسحبها. هيبدأ بعد كده يقطع الفورس اللي عليها ويسيب الماسورة ترجع تسترد الديامتر بتاعها. هنشوفه في الانيميشن بالظبط. ادي يمثل خروج الماسورة، وادي الفورس. الماسورة الصفراء دي زي ما شفنا ده قطرها الجديد الصغير، بتتسحب بسهولة جوه الماسورة الأصلية. وسابها رجعت لوضعها والتصقت بالجدار القديم 100%. تمام. النوع الثالث اسمه CIPP، وده من أهم الأنواع اللي بتستخدم في الإصلاح، اللي هو Cured in Place Pipes، يعني الماسورة بيتم معالجتها في الموقع. تمام؟ بجهزها في المصنع وبنقل، هي بطانة والبطانة دي بجهزها في المصنع وبعدين أجي أركبها في الموقع وعالجها في الموقع، وبعد المعالجة بتتحول البطانة إلى بطانة قوية جدا تلتصق بجدار الماسورة، وتبقى تعمل ماسورة جديدة بمواصفات قوية جدا، وانسى الماسورة القديمة. ده سيستم سهل جدا، هو نفس الفكرة بس طريقة المعالجة اللي بيستخدمها هنا مختلفة عن الباقيين. نفس اللاينر بيتجهز بطريقة اللي هو البطانة، وبتبدأ تركب في الماسورة، ولكن هنا بيعالجها بالأشعة فوق البنفسجية UV. وده سيستم متطور جدا. معلش انا عرضته في الاول كالانيميشن، بيورينا حاجات كتير. باختصار ده وينش، وبتتسحب الاول الواير بتاع الوينش بيعدي بين النقطتين، الوينش راكب على المنهول، وبعدين الجزء الثاني ادي البطانه اهي. تمام، بيبدأ يسحبها من الناحية دي وبعدين يسيبها، وبعدين يبدأ يركب قطع خاصة، وبعدين يركب كوع، وبعدين يدخل هواء مضغوط على الجزئية دي ويوصله بهواء مضغوط، ويبدأ ينفخ اللاينر ده بحيث ان هو اللاينر او البطانه تلتصق بجدار الماسوره على كامل طولها، وتاخد الشكل الجديد اللي انا عايزه. وهيعمل بقى هنا حاجه في المعالجه، هي دي المختلفه عن اللي هنشوفه بعد كده. ده حاجه اسمها قطر معالجه بالاشعه فوق البنفسجيه UV.
allowing the liner to come to the prescribed internal pressure. هيستخدم زي ما احنا هنشوف دلوقتي الأشعة فوق بنفسجية في معالجة البطانة دي عشان يخليها يحصل لها هاردنينج وتبقى اكتمل التصنيع بتاعها. Ultraviolet bulbs are ignited and curing begins. Before and during the curing stage, the quality tracker system is monitoring multiple aspects of the curing process to ensure a full cure is being achieved. With the liner cured, the light train is removed, the ends are cut off, and the inner film, a protective layer of film inside the alpha liner, is removed using the third man winch. This film is used to ensure a slick and clean surface inside the alpha liner. بلاستيك فيلم او بوليسيلين فيلم في الاخر بيلزقه على الجدار بالكامل عشان يبقى سموث جدا لمرور الميه والكلام. بيروح ممرر بعد كده الكاميرا ومعاها روبوت هنا، لان احنا عارفين ان في دول اوروبا وبعض دول من العالم بيصرفوا دايركت الفروع بتاعه الصرف الصحي على المين لاينز، مش زينا بنصرفها على المنهول. فهو بعد ما بيبطن المين لاين محتاج يرجع يفتح تاني فتحات بتاعه الفرعيات اللي هو قفلها اثناء البطانه، وده بيعملها بالكاميرا وبالروبوت. ده فيلم تاني هيبين هي البطانة بتتجهز، كل شركة بقى بتجهز بطانتها بالشكل المختلف، لكن كله اسمه CIPT بيعالج في الموقع. النوع ده من البطانة هو عبارة عن حاجة اسمها بوليستر فيلت، يعني أقمشة من البوليستر بتتجهز في المصنع عن طريق بتتخيط زيها أي خياطة من طبقات، وبعدين البوليستر فيلت دي حسب القطر اللي انا عايز اعمل له معالجه او بطانه ببدا بحقن ايبوكسي او ريزن في المسام بتاعتها عن طريق مكان خاص، وبعدين بتطلع البطانه دي بتمر بعد حقن الايبوكسي على درافيل توزع الايبوكسي بالتساوي على جميع اجزاء البطانه، وبعدين تبدا تتنقل في تراكس، والتراكس دي بتبقى مبرده وفيها تلج، لانه الايبوكسي او الريزن لازم احافظ عليه في درجه حراره منخفضه عشان ما يتفاعلش لغايه لما اركبه، وبعد ما اركبه ابدا ارفع درجه حرارته عشان يتفاعل ويتحول في النهايه يحصل له هاردنينج، وتبقى البطانه كده اكتملت وعملت بطانه كامله للمصوره. زي ما احنا شايفين بعد ما ركب البطانه بينزل كاميرا تصور له الشغل اللي هو عمله زي ما قلنا. يعني هم كلهم تقريبا اشكال متقاربه من بعض، بس هو زي ما قلنا بيغير التكنولوجيات بسرعه. معلش انا بعتذر، ممكن اكون بتكلم بسرعه عشان بس الحق اخلص. ده برضو نفس الفكره، دي البطانه اللي بنتكلم عليها بعد ما بتتجهز في المصنع، ازاي في اقطار صغيره منها بنقدر بنجهزها بطريقه وتبدا تتركب في الموقع عن طريق حاجه اسمها سبيشال انفيرتد درام. الدرام دي او المكنه اللي عامله زي البرميل دي وظيفتها انها البطانه دي انا بجهزها بحيث انه الجزء اللي فيه الايبوكسي او الريزن اللي هيلتصق بظهر بسطح الماسوره من جوه، وهو ده اللي هيمثل الجزء القوي بتاع الماسوره، بيبقى عايزه انا يبقى يعني للداخل، لما ابدا اركبه يبقى هو للخارج، لكن هو بيطلع لي الاول للداخل، فبدخله في المكنه دي، وبيبقى الجزء الناعم اللي هيبقى مواجه للميه او السائل اللي انا داخل الماسوره هو اللي بيبقى من جوه.
فانا هنا لما بعمل العمليه دي بعمل القلبه دي، ان الكوع ده باجي اركب عليه الجزئيه دي واربطه، وبعدين ابدا اضخ هواء مضغوط يوم يزقلي البطانه ويقلبها، يخلي الجزء اللي كان بره يبقى جوه واللي جوه يبقى بره، وتبدا يمشي البطانه. ادي فتح الهواء المضغوط اهو، او البخار يعني، في بيشتغل بهواء وفي بيشتغل ببخار. يبدا تطلع البطانه اهي، تخش جوه الماسوره، تبدا تمشي مع الكوع، تلف مع بتاخد الشكل بالظبط اللي موجود عليه الماسوره، حته منتفخه تنتفخ يعني. أنا بحاول إن الأفلام تبقى قصيرة مش طويلة. ده برضو يورينا شكل بطانات من اللي ركبت في المواسير، كل ده تحت مسمى CIPP. هنا نفس النظام بيفحصه قبل ما يصلحه، وده شكل الماسورة بعد ما فحصها، وهياخد القرار. مليانة مشاكل اهي، فغسل ونظف وفحص، وبعدين هبدأ يركب البطانة. ادي البطانة متجهزة اهي زي ما قلنا في الموقع في المصنع، وعبارة عن بتتخيط وبتتجهز، وبعدين بيبدأ يحقن فيها ايبوكسي يملى الفراغات اللي موجودة في البطانة دي، لان البطانة دي عبارة عن زي ما بقول نسيج من البوليستر مليان فراغات، بيعبيها جوه هنا، وبعدين يحقن الايبوكسي. هو بيمثل لنا هو بيعمل ايه، لكن هي في المصنع طبعا بتتم بماكينات. هو ده عباره عن ديمونستريشن على حته صغيره. بيحط ادي الريزن او الايبوكسي، ويبدا يعبي بيه البطانة بتاعتي. كله نفس الفكرة، فهنشوف. ده مصنع أكبر لنفس الفكرة، بتيجي القماش أو البوليستر فيلت بتيجي على هيئة بكر كبير، ويبدأ يخش يتخيط هنا في مكان على المقاس اللي هو عايزه، وبعدين دي يخش على مرحلة تانية، وحدة حقن الإيبوكسي. بيبقى ده غلاف بولي إيثيلين ناعم بيغلف الماسوره كلها، وبعدين يبدا يحقن الايبوكسي او الريزن اللي هيستخدمه تحت ضغط في تتملي الماسوره كلها، وبعدين تروح بعد كده على درافيل تبدا تضغط الايبوكسي ده. هو طبعا بيبقى محسوب الفراغات بالظبط، وبعد ما تتملي وتاخد الكميه بتاعتها تبدا يدخلها في درافيل، توزع الايبوكسي او الريزن ده بالتساوي على جميع اجزاء البطانه ديت. ده شكل انستاليشن سيمبل للاقطار الكبيره. احنا شفنا الاقطار الصغيره بيركبها عن طريق ماكنت او الدرام بتاعه اللي بتقلب البطانه. هنا بنفس الفكره، بيعمل سقاله ارتفاعها 3 متر مثلا حسب القطر اللي هو هيستخدمه، ويبقى عنده الكونتينر اللي بيبقى حافظ فيه البطانة. كونتينر اهو، الكونتينر ده بيبقى محتوي على تلج عشان الايبوكسي ما يتفعلش او الريزن ما يتفعلش، وبيربط حرف البطانة في الاول هنا، وبعدين يبدأ يضخ مية. المية دي تبدأ تزق البطانة وتمشي بيها، وكل ما البطانة بتتقدم بتسحب من الكونتينر دي بطانة جديدة، لغاية لما دي تمشي، لغاية لما توصل للنقطة اللي أنا عايز أوصل لها وأنهي ووقف البطانة عندها. النوع ده بيطلقوا عليه، الشركة دي بتطلق عليه الانسيتيو فورم. الماتيريال المستخدمة فيها بنسميها بوليستر فيلت، تمام. البوليستر فيلت دي أقدر
استخدمها من قطر 58 يعني 60 ملي تقريبا الى 2000 ملي، واقدر انفذ في المره الواحده 500 متر مره واحده بطريقه السقاله دي. تمام، بيستخدم في الويست ووتر والرين ووتر والبروسيس ووتر، لكن البوتابل ووتر لا. تمام، ده نوع يعني بتعتبر في الخطوط الكبيره اللي هي مان انتري، وعباره عن بيجيب وحدات جاهزه من مواد زي عامله زي الجي ار بي او الكلام ده، وبيشكل بيها جسم الماسوره زي الصوره دي ويلزقها مواد لزق ويحقن. يعني موضوع يعني بعيد شويه عن الترنشلس، يعني ان هو خلاص دخل من جوه صحيح، لكن الماسوره كبيره ومان انتري. ده نوع تاني بيستخدم في مواسير الميه بنفس فكرة البطانة اللي فاتت، بس نوعية البطانة دي مختلفة لأنها بتبقى رقيقة شوية، وبيبقى السطح بتاع الماسورة هو اللي تدهور، لكن جسم الماسورة أنا محتاجه، فبنستخدم النوعية دي من البطانات اسمها فونكس، وهي نفس فكرة دفعها بنفس الدرام بتاعة البطانة اللي بتقلب البطانة اللي مجهزة في المصنع وتمشي جوه الماسوره وبعدين يتم المعالجه، ودي طريقه دفعها في الموقع. ايه الفرق بينها وبين الثانيه؟ هي برضو بوليستر ونفس الشيء، ان هي من 100 لغايه 1000 ملي. هنا انت محتاج الفول سترينث بتاع الماسوره لان السيكنس بتاع البطانه قليل، ودي بتستخدم في حالات البوتابل ووتر والجاز فقط. ده فيلم برضو احنا شفنا زيه لكن هنستعرضه في دقيقة سريعة، اللي هو اسمه Continuous Inversion of Pipe. نفس الفكرة، ازاي بيقلب البطانة دي مع مكنة. احنا شفنا Animation، ده بقى وضع حقيقي، بيربط، بيبقى عنده كوع خاص كده بيربط فيه البطانة ويثبتها بكليبسات. البطانة دي زي ما بنقول متجهزة في المصنع وجاهزة وجاية في العربية اللي فيها الكونتينر، بعد ما يربطها ويتأكد من انها تمام، الكوع ده هيرجع يركبه على الدرام تاني. وركبه وبدأ يشغل ضغط البخار وبدأ يضغط البطانة، هي بتطلع من الدرام دي، بتخش عبارة عن بطانة وتطلع من التحت ناحية التانية مقلوبة ومنفوخة نتيجة ضغط البخار اللي هو جاي من وحدة بخار موجودة عنده برضو في العربية وبتخش على الدرام دي. وادي بيورينا هي قوتها وهي ماشيه جوه المنهول. ادي شكل الدرام اللي بيقلب بيه وبينزل بيه لغايه المنهول ويمشي تحت. المعالجة دي تقريبا حسب الشركة المنتجة بتاخد لها من 4 إلى 8 ساعات. وبعديها أنا شفت الحقيقة، أنا حضرت بنفسي الموضوع ده في الدنمارك وشفت المواسير دي وهي بتتنفذ على شبكة منوعة من أقطار 600 حتى 100 ملي، والماسوره بعد ما بيحصل لها هاردنينج بتبقى حاجه تانية خالص، اكنك صنعت ماسوره قويه جدا، هي تشبه الجي ار بي بس نوعيه تانية خالص، وسمكها لا يزيد عن 4-5 ملي. وفي نفس الوقت بتحول لك الماسوره القديمه الى ماسوره ناعمه جدا ما فيهاش اي فواصل. طبعا في ناس هتقول ما انا قللت قطر الماسوره القديمه، انا قللت القطر صحيح،
بس اولا حسنت الفريكشن جوه الماسوره تماما، ما بقاش فيه فريكشن، سطح ناعم جدا، ما فيش اي، بقت سيملس، ما فيهاش اي لحمات، ما بقاش فيها اي عوائق. فانا برفع كده الكفاءه الهيدروليك بتاعه الماسوره اكتر 100 مره من ان انا قللت القطر بتاعها. طيب نفس اللي بيحصل هنا بنسميه هو هو، بس بنعمل سبوت ريبير. يعني بعد بعمل اللي فات ده كنا بنعمل فول لينس، هنا بنعمل اجزاء صغير. انا هوريكم انيميشن صغير جدا. السبوت ريبير ده بيتكون من حاجتين مهمين جدا، يا اما نفس البطانه الصغيره اللي احنا شفناها دي، بس بدل ما هي بالطول ده كله بتتعمل منها اجزاء صغيره بيسميها باتش، تمام، او بيتعمل ستينلس ستيل سليف ويركب عليها الباتش والاثنين يتثبتوا جوه المواسير. الانيميشن اللي هتشوفوه ده انيميشن جميل جدا، بيوريني ان انا ازاي اعالج مواسير في نفس الوقت، عندي كذا مشكلة بعالجهم ورا بعض. ببساطة شديدة جدا الفكرة ان انا بيبقى عندي السليف دي وعندي الباتش اللي هو الفلت اللي هو مجهزه في المصنع او في الموقع وعليه الايبوكسي، والفه حوالين الستينلس ستيل سليف اللي بتبقى رابطها انا ومقلل قطرها، ولففها حوالين حاجة اللي هي دي اسمها بكر او بالونة على عجل قابلة بالتحكم فيها من برة عن طريق خراطيم متصلة بيها، اقدر انفخها او افضي الهواء منها، وهي دي اللي بتشغل الشغل كله ومعاها كاميرا بتصور الموضوع. هنشغل الانيميشن ونشوف. بتبقى ادي كاميرا اهو وماشي قدامها، ايوه الكاميرا شافت مكان الخطأ قالت له اقف للأوبريتور، شاف بيروح هنا نافخ البالونة، تروح لزق الستيل ستيل السليف دي، تروح فتحة وضغط على هو. طبعا الانيميشن ماشي بسرعة قوي، لكن يعني هو ده اللي بيحصل، ان هو بينفخ يقوم فاكك الستيل ستيل من العقدة بتاعته وضغط هو والفلت الاسود اللي حواليه ده يلزق في الماسورة، ويقدر يعمل قطع ورا بعض زي ما احنا شايفينهم كده، يحل بيهم مشاكل. هنا مشكلة جذور، هنا اوبن جوينت، هنا ماسورة مكسورة وبتدخل مية، هنا كراكس في ماسورة يكاد يجعلها منفصلة. فده الانيميشن ده بيوريني، ده اسمه سبوت ريبير، ان انا عالجت اجزاء متتالية. هنا استعراض لطريقة عمل الكويك لوك او الستينلس ستيل سليف السريعة اللي احنا شفناها دي، فهنشغله عشان نشوفه بيتعمل ازاي، مش انيميشن بقى. طبعا هو برضو صور ونظف وعمل كل حاجة. وهنا بيورينا شكل التصوير، ولقى حتة عنده اهو زي ما احنا شايفين ماسورة عند الجوينت في فاصل، وماسورة الجوينت الراس مكسورة هي ولازم يعالجها، فهيركب ستينلس ستيل سليف هنا طولها لا يزيد عن 50-60 سنتي تعالج الحتة دي. ادي المكونات اللي كنت بقول لكم عليها، دي البكر اللي هي بالونة على عجل وعليها محابس ومتصلة بخراطيم، وادي الستيل ستانلس ستيل فريم اللي بنقول عليه او السليف، وبتبقى متطبقه ومربوطه باستك هنا او بنوع من الحاجه رابنج ماسكها، وببدا ان انا اغلف عليها. ادي عباره عن وصله من الجلد، عباره عن نوع من الفلت برضه، ويحط ايبوكسي حواليه وده بيلزق في الماسوره ويعبيه بالايبوكسي ويحط له بودره الاول عشان يقدر يغلف بيه الستيل ستيل، وبعد كده ياخد الكلام ده كله ويركبه حوالين البكر اللي هي البالونه اللي بنقول عليها، ويربط الكلام ده في بعضه. ويدخلها
البالونة جواه، تمام، ويبدأ بقى يسحب الكلام ده كله جوه الماسورة بواسطة الونش، والكاميرا بتحدد له المكان اللي يقف فيه، وبعد كده أول ما يوصل على المكان اللي هو عايزه يبدأ ينفخ البكر دي، فتبدأ الستينلس ستيل دي لها زي كليبسات كده تفك من بعض، اهي ده الوضع جوه الماسورة، يبدأ يعمل انفليشن، فدي تبدأ انها تنتفخ وتضغط على الستينلس ستيل تفتح وتلزق هي والفلت اللي هو عاملها او الطبقة اللي هو عاملها وعاملها مغذية بالإيبوكسي، اهي بتفتح اهي لغاية لما تضغط على الماسورة، وتبقى في الحالة دي عملت اكنها وحدة داخل الماسورة ستينلس ستيل غير قابل للصدمة. أنا عندي أفلام كتيرة وبتاع، لكن مضطر للأسف إن أنا أمشي بسرعة عشان أستعرض. ده نوع تاني اسمه سبايرال ووند لايننج، وده مهم جدا، عبارة عن مكنة صغيرة بتنزل جوه المنهول ولا الفتحة، وبيجي بكر عليه بكرات من المصنع زي الكابلات، عليها شريط، الشريط ده متصنع في المصنع عبارة عن سيكشن حديد، والسيكشن حديد ده مغلف ببولي إيسيلين ومعمول بطريقة معينة، بحيث ان لما المكنة دي تبدأ تركبه تدبسه في بعض، وبتبدأ وهي بتدبسه في بعضها بيبقى عامل زي أكنه بيغزل غزل حلزوني، وتبدأ الماسورة تطلع تتقدم لقدام، كل ما المكنة دي تدور الماسورة تندفع لقدام أكنه بيصنع ماسورة جوه الماسورة، وحنشوف الفيلم الفيديو بيورينا الكلام ده بوضوح. أنا قربت أخلص إن شاء الله وحفتح المناقشة، يعني أنا قدامي 10 دقائق كتير قوي وأفتح المناقشة، وآسف إذا كنت طولت بالرغم ان انا اختصرت حاجات كتيرة جدا، وبعتذر لكم على طول الوقت. طيب هاخد اللي بعده اوضح. Seki Sui SBR is synonymous with development and implementation of trenchless pipe rehabilitation worldwide. Seki Sui SBR. دي شكل المكنة اللي بيخش فيها اللي بقول لكم عليه الستريبس اللي جاية من المصنع، وبتبدأ المكنة تدبسها في بعض، جاية شريط اهو عريض عرضه بيبقى حوالي 15 سنتي، ويبدأ يتدبس في بعضيه، والمكنة تزق قدامها، كل ما تدبس جزء في بعض زي الحلزوني كده يندفع لقدام. من مميزات الجزء ده حتى لو في مية لغاية ربع وتلت الماسورة يشتغل ما يخافش، إنما الأجزاء الثانية معظمها لازم أكون مجفف المية من الماسورة بأكبر قدر ممكن. طبعا كل شركة لها منتجاتها. أدي شكل السكشن أهو، الأبيض اللي جوه ده معدن ومغلف بال، وبيبدأ ده يتدبس في بعضه، والسكنس بتاعه بيبقى من بره، ومن جوه ما بيبقى سموز ناعم أكنه ماسورة ناعمة من جوه، وزي ما احنا شايفين الماسورة فيها يجي ربعها مية ومش فارقة معاه، وبيجي على هيئة بكر ينزل على الحفرة اللي أنا عاملها أو المنهول، والمكنة جواه المكنة بسيطة جدا، وبيتغير قطرها طبقا لقطر الماسورة، وتبدأ هي بداية من هنا اهو، بدأت الماسورة زي ما احنا كل شوية تاخد جزء تحوله الى تدبسه مع القديم، هي بالشكل ده الانيميشن بيبين لي انها بتتقدم وبتعمل اكنها ماسورة تفضل تطول تطول لغاية لما تروح الناحية التانية.
طبعا القطر بيبقى اصغر شويه فبيبقى فيه فراغ هنشوف هيعمل فيه ايه. بيبدأ بعد كده يقفل الفراغ بين الجزء القديم والجديد عند المنهول ويبدأ يعمل مورتر سمنت موردر يحقنه ويبدأ يملى الفراغ ده يبقى عمل ماسورة جديدة قطرها أقل صحيح زي ما قلنا، ولكن زي ما قلنا الماسورة الجديدة دي ناعمة وما فيهاش مشاكل ما فيهاش أي فواصل وكفائتها الهيدروليكية أعلى من القديمة تماما. برضو هنا الجزء ده بيبين نفس المكنة وإنها بسيطة قوي أو وقت ما بيركبها وينزلها مكنة غير معقدة تماما وسهلة قوي والتكنولوجي دي ممكن تشتغل في مصر بسهولة جدا. وأعتقد كان في ناس سألت عنها قريب وأنا دلتهم عن الشركة وما عرفتش بعد كده هم عملوا إيه يعني. طيب هنخش على الريبير وإحنا اتكلمنا عليه وببساطة شديدة هو واحد من اللي إحنا قلنا عليه دلوقتي، إما أعالج السطح كله يا إما إن أنا أعالج جوينتس. وشفنا الوحدة اللي بتعالج الجوين والمواد المستخدمة يا إما جراوت أسمنتي يا إما بولي إريثان ولا بيبقى ريزن أو إيبوكس، وهي نفس الشكل اللي كنا بنقول عليه بنعمل بابل أو بلب هنا حوالين الجزء اللي فيه المشكلة. في حاجة بعد كده اللي قلت لكم عليها برضو اللي أنا ما بحبهاش اللي هي اسمها فلاد منهول، ان انا بملى المنهولين بالخط وكل الدنيا تتملي لغايه لما اطمن ان مفيش حاجه بتنقص كل حاجه اتشبعت وبعدين اسحب الزياده. برضو احنا شفنا الكلام ده. اخر جزء اللي هو الريبليسمنت وبسرعه هنمر عليه بسرعه. الريبليسمنت ده ان انا بستخدم ماسوره جديده خالص بطريقتين. الطريقة الأولانية اسمها السليب لايننج، إن أنا بستخدم ماسورة بولي إيثيلين جوه الماسورة بس بيبقى قطرها أقل حاجة بسيطة وبيبقى الماسورة القديمة ما تهمنيش في حاجة ولو جرى لها أي مشكلة ما عنديش مشكلة. وفي الحالة دي أنا بحتاج قوة ونش كبيرة عشان أحيانا بيبقى فيه شوية فريكشن عالي، فأنا في الحالة دي بستخدم السليب لايننج. وده البايب بيرستنج ده بقى نوعية تانية ومفروض ان ده من انجح الطرق وممكن بيشتغل في مصر ان هو بيخش مع تكنولوجي تانية اللي هي الهوريزونتال دايركشنال دريلينج وينفعوا الاثنين مع بعض. البايب بيرستنج هو ببساطة شديدة ان انا عن طريق ان انا باجي للماسورة القديمة يا اما ان انا بكسرها وفتتها وبكون راس الماسوره اللي بسحبها سحبه وراها ماسوره جديده وهي قاعده تضغط الاجزاء المتفتته في السويل وماشيه، وفي الحاله دي بيبقى لي السماحيه ان انا استخدم ماسوره اكبر بقطر قد يصل الى حوالي من 15-20% من الماسوره الاصليه وبتنفع في مواضيع الهيدروليك جريدينت ان انا او بنسميها هيدروليك امبروفمنت ان انا احسن من كفاءة الماسورة الهيدروليكية عن طريق رفع القطر وبتستخدم في حالات كتير. الريمينج والايتينج هم انواع زي البايب بيرستينج وهنشوف بسرعة شديدة الشكل بتاعها. السليب لايننج بفكرة ده عبارة عن دياجرام ان انا ببقى ملحم ماسورة بولي إيثيلين لمسافة طويلة وبسحبها جوه الماسورة بونش بقدرات عالية لغاية لما وصلوا النقطة اللي انا عايزها فيها، وهي باينة ايه بيبقى فيه راس بتتلحم فيها الماسورة والراس دي طبعا بتتلحم فيها بقوة شديدة وبتتسحب هنا عن طريق الونش، وده شكل التكوينة بتاعتي والماسورة بيبقى وينش رافعها هنا عشان يساعد على ادخالها جوه الماسوره. الفيلد اوف ابلكيشن للسليب لايننج دي برضه هي مواسير هاي دنسيتي بولي إيثيلين ممكن من 50 ل 1400 ملي و
استخدمها واقدر اسحبها لغايه 700 متر، ودي طبعا طبقا لقدره الاوناش الموجوده. ان انا مش محتاج الماسوره القديمه خالص، لان انا بسحب ماسوره تانية جديده جواها، وبتستخدم تقريبا في كل الانواع، ويست ووتر، رين ووتر، بروسيس ووتر، جاس ووتر، بوتابل ووتر. تمام. في فيلم صغير كده هنشوفه. طبعا دي كلها افلام لشركات، ويعني بياناتها كلها موجوده على النت وعلى اليوتيوب، واللي عنده انترستنج في اي حاجه سهل ان يوصل لها. واضح ان دي ماسوره ميه قديمه، وان هم عايز يبطنها بماسوره جديده جواها. دي البيانات بتاعت المشروع، القطر والطول اللي تم استخدامه والكلام ده. دي مواسير زي ما قلنا هاي دينستي بولي ايثيلين بتتلحم. طبعا كلنا عارفين طريقة اللحام اللي هو الفيوجن او اللحام الكهربائي، وبيحتاج طبعا تقنية معينة عشان اللحام يبقى سليم. وبعد ما بتتلحم اكن الماسورة جزء واحد وانتج بهذا الشكل، لانه اللحام كل المواد بتتداخل في بعض وبتبقى كأنها مادة واحدة. Drainage lines are the main arteries of our daily lives. They affect both our industrial and domestic well-being. As pipelines installed underground are unseen, the general public does not always pay them the attention they deserve. ده هنخش على برضو البايب ريبليسمنت اللي احنا بنتكلم عليه، بس بطريقة البايب بيرستينج. البايب بيرستينج هنشوف شكله، وفي انيميشن هنشوفه كمان هيسهل لنا الدنيا جدا. هنا بيورينا مشاكل اللي بتحصل في المواسير، سواء مواسير صرف او مواسير مية، وازاي انها تقدر تعمل مشاكل كبيرة جدا سواء للشوارع او لمحطات التنقية. ده شكل جهاز من اللي بيشتغل في الريبليسمنت، ان هو بيبقى هيد، والهيد دي بتكسر الماسورة الأساسية سواء بطريقتين، يا إما بنسميها ستاتيك أو دايناميك، يا إما الهيد دي أسحبها عن طريق ونش بقوة استاتيكية، يا إما إنها في فايبريشن بتبقى قوة دايناميك، والاثنين كل واحد بيحقق المطلوب. الراس بتاعت المقدمه من بيبقى عندي ماسوره هاي دينستي بولي ايثيلين بالقطر الجديد المطلوب، بتبقى مسحوبه ورا. الراس بقى زي ما احنا بنشوف، يا اما اذا كانت هقطع في مواسير داكتايل، يعني فالمواسير دي ادي هنا شكل اهو اللي احنا شايفينه، الهيد دي هيد دايناميك، او سوري دي هيد ستاتيك عن طريق السحب بس، دي هيد دايناميك فيها فايبريشن، وهنا الونش بس هو اللي بيسحب، يفضل لغايه لما يوصل يسحبه جزء جزء لغايه لما تظهر الماسوره الجديده. وفي الحاله دي هنا دي بالبدايات، الماسوره الجديده لسه ما دخلتش، تبدا تخش الماسوره الجديده وتكسر في القديمه، وتبدا تي تضغطها في السويل طول ما هي ماشية. زي ما قلنا يا إما الهيد تبقى أداة قطع، إذا كانت المواسير داكتايل محتاجة قطع زي مواسير الصلب، مواسير الظهر الكلام ده، أو مواسير الفخار سوري، أو مواسير الهاي دينستي بوليسيلين، أو مواسير قابلة للتفتيت زي مواسير الخرسانة والفخار، فدي
بيتم تكسيرها في مكانها ودكها في السويل اللي حواليها. ده عبارة عن ونش هيدروليكي متطور بيساعد في سرعة إتمام العملية، وهو ده الشركة دي بتنتجه وبيساعدهم في سرعة إتمام العملية. ده شكل أدي هي راسة هي بتقطع الماسورة القديمة، ودي راس واخدة فورس هيدروليكية فيها هزاز، دي بالسحب فقط. فهو دي راس تانية فيها قطع قبل ما يستخدم، ادي أداة قطع قبل الراس اللي هي بتضغط، وبعدين بعد كده بيركب جوه ماسورة هيدروليكية سليم متجمعة وبتتلحم في بعضيها ويسحبها وراه وهو ماشي. كده تقريبا احنا وصلنا لاخر المحاضرة، ويعني اعتذر اسكت انا طولت عليكم، هي خدت ساعتين او ساعتين الا شوية، وبعتذر لان انا يعني حاولت اضغط اكتر من كده بالرغم ان انا يعني تجاوزت عن حاجات كتير، لكن ارجو انه ان شاء الله لو اتيح لنا فرصة في وكان الزملاء في بيم اريبيا ومبادرة الهندسة حياة عندهم وقت نعمل محاضرة تانية نركز على الحاجات اللي ما خدناهاش بتفاصيل، ونخش في ازاي اختيار السيستم الاكفأ ونتائج التصوير بدقة بتقول لنا ايه وبينتج عنها ايه، وبناء عليها ازاي بقول هستخدم اي سيستم. تمام، وانا تحت امركم، المناقشة مفتوحة معاكم لغاية لما تزهقوا يعني. اتفضلوا، انا جاهز لاي سؤال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. باشمهندس سايل كيف حالك؟ تمام الحمد لله. ازيك يا باشمهندس، كيف الحال؟ اخبار حالك ايه؟ انا اشكرك جدا يا باشمهندس والله، حياكم الله جزاكم الله خيرا. الله يبارك لك، يعني ارجو ان انا كنت استفدنا عملت حاجه مفيده بقدر الامكان. لا بسم الله ما شاء الله، ربنا يكرمك يا باشمهندس والله. الله يكرمكم ويجازيكم كل خير يا رب، واشكركم على حسن الاستماع. الله يكرمك يا باشمهندس، ربنا يكرمك، جزاكم الله خيرا والله. شكرا جزيلا، استفادة قوية جدا، الله يكرمك يا باشمهندس. الحمد لله. مين انا مش شايف الشاتنج قدامي، في اي اسئلة يا باشمهندس محمد جاهزة؟ فندم انا احب اشكر حضرتك الاول على المعلومات القيمة والمحاضرة القوية جدا اللي احنا كنا الحمد لله يعني فعلا. شكرا لوقتك اولا ومجهودك ومشاركتك معانا، ده شرف كبير والله. ومهندسين على دعمها وتوحيد الجهود معانا في بيم اريبيا، فبارك الله فيكم جميعا يعني، وشكرا لحضرتك. انا اللي بشكركم ان انتوا اتحتوا لنا الفرصة دي انه نلتقي بالزملاء ونقدر نقدم حاجة إن شاء الله تكون مفيدة وزودت على الأقل معلومة ممكن تبقى جديدة عند البعض أو غير واضحة عند البعض. أكيد أكيد، معلومات كتير، والمحاضرة مسجلة وهتنزل على القناة، وأنا هنشر دلوقتي كل الروابط. بس أستاذ لو أي حد عنده سؤال، في باشمهندسين عاملين ريز هاند، مهندس مصطفى أنا تحت أمره، أسمع السؤال وتحت أمره. مساء الخير يا باشمهندس حسن. اهلا وسهلا، اهلا بيك. انا كنت عايز اعرف بقى التطبيق العملي الكلام ده في مصر يحصل ازاي، ولو في شركات في مصر بدات تطبق الكلام ده، ايه الشركات اللي بدات تعمل كده؟ طيب انا هكون واضح معاك، احنا طبعا مش مفروض ان احنا مكان للدعايه للشركات، لكن بامانه شديده الشركه الوحيده اللي انا اعرفها ومشاركه معانا في الجمعيه اسمها شركه سيميتكس لينك بايب، والناس دي عاملين شغل كتير في مصر، وبالاخص في موضوع الريبير اللي هو البوينت ريبير باستخدام الماسوره اللي هي اللي بنسميها الستينلس ستيل شورت بايب.
ودي الحقيقة عملوها لنا من زمن طويل، يمكن سنة 96-97 عملوها لنا في مشروع من مشروعاتنا يعني، وكانت ناجحة الحمد لله. شكرا شكرا. العفو العفو يا فندم، العفو يا فندم. حد تاني عنده سؤال؟ تحت أمركم يا باشمهندس حسن. تحت أمرك محمد فراج معاك يا راجل. أهلا يا باشا، هل يخفى القمر؟ اتفضل. كنت عايز أضيف معلومتين للناس اللي بتسمع. طب هل ممكن الصوت يعلى شوية؟ والله أنا معديه على الآخر يا بشوان. مع كده أحسن كتير. طيب بالنسبة للكاميرات، الكاميرات الجديدة كلها بيتركب عليها أوكسيلريز للي عايز. ففي أنواع دلوقتي من الكاميرات تقدر تقيس تخانات المواسير، نوع التسليح مش بس الصورة، ممكن تضيف عليها أي حاجات تانية أنت عايزها كاستشاري أو كمالي. دي حاجة. حاجة تانية اتفضل يا بيه. الباشمهندس اللي كان بيسأل على التطبيق في مصر، طبعا سيمتكس موجودة، لكن هناك شركات أخرى طبعا موجودة بالذات يعني التايب بيرستنج والتايب هيتنج والريلايننج، يعني اتعمل في مصر كذا مرة. و يعني لو هم اتصلوا بالجمعية اللي عنده موضوع معين نقدر ان احنا ندله على ايه يروح لمين يعني عشان يعملوا اللي هو عايزه. شكرا. تمام، شكرا جزيلا باشمهندس محمد سراج. هو طبعا انا زي ما قلت انه موضوع التصوير ده ممكن يتعمل فيه محاضرات لوحده، لان التطور في الكاميرات بقى تطور رهيب، وان طبعا الكاميرات الانالوج بتاعت زمان انتهت من العالم، بقى كله كاميرات ديجيتال دلوقتي، والتطور في كاميرات الديجيتال والريبورت وطريقه الاخراج وطريقه اللي بيطلع في النهايه في الريبورتس اللي طالعه بقت حاجه مختلفه خالص. تمام، لكن الوقت ما سمحش طبعا بالكلام. اما موضوع الشركات فطبعا احنا لما ان شاء الله اللي هيقرا المحاضره مسجله هيلاقي عناوين الجمعيه وعناوين اعضاء مجلس الاداره والميلاد بتاعتهم، ويقدر يراسلنا هيدوله. طبعا المهندس محمد سراج بيدير شركه من الشركات المحترمه جدا في هذا المجال، سواء الانشاء او الاصلاح، بس انا زي ما قلت لكم ما بحبش اعمل دعايه، لان هو زميل عزيز علينا وشركته يعني غنيه عن التعريف يعني، لكن اللي يحبه عنده اي حاجه هيلاقي عندهم كل الاجابات ان شاء الله. باشمهندس محمد اسعد، ما سمعناش اي تعليق من سعادتك. لا والله انا ليه تعليق، حضرتك سمعني؟ طيب انا اسمعك. طيب هو دلوقتي حضرتك عرضت اساليب كثيره للاصلاح المواسير، موقف العميل في مصر انه يتقبل هذه الاساليب ويتحمل التكلفه، ادينا فكره حضرتك. العميل طبعا ممثله في هيئه الصرف الصحي طبعا. طيب حضرتك لسعادتك مثال، كان مشروع، هي طبعا اللي يقفز الى ذهن الجميع هي التكلفه. احنا كان عندنا مشروع مع المعونه الامريكيه، وكان عن مدينه بورسعيد، وكان نتيجة التصوير اللي اتعملت، هم صوروا شبكة بورسعيد كلها ووصلوا النتائج، انه هو كان المشروع الاصلي هو عمل محطة معالجة جديدة تغذي مدينة بورسعيد مع محطتين رفع، وبعدين لقوا النتائج بتدي انه في كميات مية رهيبة جاية المحطة غير محسوبة، ولا يمكن تبقى من تصرفات المدينة، لغاية لما اكتشفوا ان الشبكة متهالكة جدا، فقرروا ان هم يعملوا تصوير للشبكة كلها. نتائج التصوير طلعت نتائج طبعا غريبة جدا. احنا كنا شغالين في المشروع كمقاول من المقاولين المنفذين مع المعونة الامريكية، فقرروا ان هم ياخدوا رأينا، وبعد كده بدأوا يعملوا زي قالوا هنصلح الشبكة دي بنظام مودلز، يعني ياخدوا جزء ويعملوا عليه موديل ويطلعوا منه بيل اوف كوانتيتي، فبداوا يوصلوا لحتت
ان انا مش محتاج اصلح الفرع كلها، فرع طولها 50 متر فيها مواسير زي الفل. احنا لما حفرنا وطلعنا مواسير مر عليها 90 سنة من ايام الشركة الفرنسية، الماسورة طالعة انضف من اي ماسورة بتتعمل دلوقتي الشركات المنتجة. تمام؟ فالحصل ان الواحد يعني طب هتعملوا ايه؟ قال لك والله عندكم حل تاني، حاولنا ندخل الترينش ليست تكنولوجي وجبنا لهم، كنا احنا ساعتها في طريقنا ان احنا نعمل شركة مشتركة بيننا كأبناء علام وشركة الدنماركية، وجبنا وعدنا عملنا معهم تحليل للكوست، والموضوع قطع شوط كبير جدا وخد 90% من الموافقة واقتنعوا انه الكوست فاينالي اللي احنا عارضينه عليهم اقل من الكوست لو غيروا الفرعات نتيجة ان هو مش هيقدر يعمل بوينت ريبير. تمام؟ كانت النتيجة وقفت قصاد بند في المعونة الامريكية، بند السياسي ان لازم من الاوريجن لكل المواد اللي جاية والإكويبمنت تبقى امريكية، وده بوظ الدنيا لان الشركة اللي كنا بنتعامل معها اوروبية. عشان نعيد الدراسة ونعمل الدنيا وندور على شركة تانية باظت الدنيا والمشروع كان حيضيع منا، فاضطرينا نحوله الى اوبن كات، وكانت النتيجة انه التكلفة اللي كنا عرضنا عليهم زادت من 50-60% باستخدام الاوبن كات، وبهدلنا المدينة لان احنا اشترينا يجي 30-40 ترمبة صرف، لقيتك انت عايز تغير فرعة واحدة في وسط الشارع اللي هي بنسميها بتوع الصرف الصحي كنتريبيا. كنتريبيا دي بضطر ان انا عندي تصرف 300-400 متر مكعب في الساعة، بجيب له ترمبتين يقعدوا يضخوا لمدة اسبوع عبال ما اكسر الفرعة، احفر واكسر الفرعة القديمة واركب الجديدة واركب المواسير واقعد انظف المناهيل واقعد افك وارجع الفلو تاني. كل الكلام ده عمل مشاكل للناس، هم طبعا ما دخلوهاش في الحساب، لكن لما حسبناها لهم من ناحية الدايركت كوست طلع الترينش ليست تكنولوجي اللي احنا كنا عارضينه عليهم ارخص من الاوبن كات اللي احنا نفذناه. ارجو ان يكون الجواب ده او يعني شافي لحضرتك يعني. طيب وانا يعني بضيف لحضرتك بس يعني العميل المصري بيتقبل، حضرتك بتقول لي المعونة الامريكية، ما هو كانت انما العميل المصري المعونة الامريكية كان شريك لها الهيئة القومية، معلش انا اسف قطعتك، اسف يا باشمهندس محمد. أيوة. الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي مشاركة في كل المشروعات، وكان المندوب بتاعها موجود. تمام؟ ولكن هو كان ممكن يوافق على الحل بتاعنا، لكن القرار مش في ايده لان دي معونة، المعونة اكتر من 70% مصدرها جاي من، يعني كانت المعونة 75% مصدر امريكي 25% تمويل مصري، فاصبح ان هما اذا شرط الشرط بتاع ان الاوريجين يبقى امريكي ما تحققش بتترفض المعونة، فوقفنا. لكن انا شايف انه مش في كل الحالات، انا متفق مع سعادتك، الهيئات المصرية وبالاخص شركات الصرف الصحي او الشركات اللي مسؤولة عن المرافق ما بتختارش التكنولوجي غير لما تزنق، وهقولها وامري لله، تزنق يعني ايه؟ عنده موضوع سياسي، خط مارر في حتة واستحالة حد هيخليه يحفر، يبدأ يجيبك ويقول لك وريني وحتعمل ايه ويفضل يفوض فيك، وهي فرع 50 متر 100 متر، خط في افتتاح مشروع وكلنا عارفينه، يمكن سيادتك عارف والمهندس محمد سراج، انا في ابناء علام استدعيت من استشاري كبير جدا، تمام، عشان اصلح خط في اسبوع عشان الوزير جاي يفتتح المحطة، واكتشفوا انه المواسير اللي معدية اللي رايحة فاينالي لوحدة التحكم كلها بايظة ولازم تتغير، والوزير هيروح يقف في وحدة التحكم وهيشوف البروسيس والكلام ده. كانت النتيجة مين اللي يقدر يعمل لك الكلام ده؟ لو عرضت عليه فانت بتعرضه عليه ان انت بتجيب شركة بتكلفة عالية، لان هو ما احتاجكش في الاصلاح الطبيعي اللي انت
تقعد تدرسه. احنا قعدنا درسنا مشروع في اسكندريه مع قعدنا ندرس فيه 3 شهور وقدمنا فيه حل لوجيك، والحل ده الكوست بتاعه مناسب، وبعدين جه اتغير المحافظ اللي بعديه رموا المشروع في الزبال. اللي عايز اقوله لك الاقناع ممكن يكون اقناع صحيح لو انت ماشي بالخطوات اللوجيك والعلميه، انما للاسف عندنا بيضطروا له لما انا احدى المسؤولين لامانه شديده جدا قال لي انا يمكن اوافق على حاجه غير لما اشوف الماسوره بعيني واحفر عليها واشوفها بعيني وهي بتتغير. والله يا ربنا يعني هقول لسعادتك ايه لا يعني يعني ربنا يا رب يخلي بس المسؤولين اللي عندنا هنا يعني يبقوا اوبن مايندد شويه يتقبلوا التطوير التطوير والتحديث اللي موجود. يعني حضرتك بتذكر انظمه كثيره موجوده واعتقد انها مش كلها مطبقه في مصر، يعني يمكن بيلجأوا لها في المشكله بس عشان يعالج مشكله ومستعجل عليها. لا يا باشمهندس محمد ده في كمان انظمه كتيره جدا اكتر من كده، بس طبعا الوقت غير متاح لاستعراضها. يعني كل شركه دلوقتي يعني من النظام الواحد هتلاقي 5-6 شركات، ده بيغير في الحتة دي، ده بيغير في الحتة دي، بيحاول يطور. لكن كل شركة بتيجي تقولك طب ما أنا النو هاو بتاعي ده اللي حدهولك وهاجي أنفذه مش له تمن؟ لما تيجي تقولي أنا عايزك عشان أجي يعني معرفش إحدى واحد من الزملاء مش عارف يعني في مرة من المرات جوهم قالوا لنا عايزين ندخلكو تعال اعمل لي صلح لي فرعتين مجاناً كموديل وبعديها نقرر نديكوا الشغل ولا لا. مين يعمل كده؟ موديل على حسابك. مين يعمل كده؟ ما انا بقول لك يعني للاسف هو ده اللي انا لا اسيء الى احد ولا اتمنى يتمنى باللي احنا بنعرضه ده. وانا شخصيا عملت 3 برزنتيشن في الهيئه القوميه لمياه الشرب والصرف الصحي، وعملت 3 برزنتيشن في شركه الصرف الصحي من ايام ما كانت الهيئة القاهرة الكبرى للصرف الصحي، وعملت برزنتيشن في شركة المية وفي محافظة اسكندرية. يعني بنبذل مجهود كبير قوي ان احنا نعرف الناس، لكن عايزين نقول لازم نبدأ نتطور بقى انه المسؤولين يفكروا ويحسبوا في حساباتهم بقية الامور اللي قلنا عليها. لو تذكر سعادتك من حوالي سنة قبل أو سنة ونص قبل ما يتعمل تطوير طريق السويس عند الكيلو 4.5 وكوبري الجيش والحتت دي، قعدنا 3 شهور في حفر بيتم لتغيير كابلات ضغط عالي، وكان كوبري الجيش ده بنعبره في ساعة لكل الساكني الرحاب والشروق ومدينتي والكلام ده، وكانت العربيات بتاخد ساعة. حسبت في مرة كمية البنزين المهدرة، البنزين بس مش وقت الناس، المهدرة لمدة 3 شهور اللي اتعمل فيهم المشروع لو اتعمل بهوريزونتال دايركشن دريلينج كان هياخد 10 ايام، ولا هيعطل المرور ولا حاجة ولا هي ليلة واحدة اللي بيعمل فيها الشبك، كان بالليل هيقطع الطريق اللي هيعمل فيه الشبك. وانت الكلام ده كله عشان المقاول لما قال لهم الهوريزونتال دايركشن دريلينج بكذا تمام حسبوها، قال لك لا لا مش عارف ايه، لا يا عم اعمل اوبن كات واحرق دم الناس وثلاث شهور والبنزين اللي اتحرق 3 اضعاف التكلفه بتاعه الهوريزونتال دايركشن دريلينج. عشان كده ده اللي انا عايز اقوله انه احنا ما بنحسبش صح للتكلفه. تمام تمام ربنا يوفق يا بيه وقيمه جدا. ارجو معلش انا اسف يعني ما كنتش طولت في النقطه دي عليك. واكون اتفضل المهندس حسن. ايوه المهندس عادل توفيق معاك يا فندم. اهلا اهلا عادل باشا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بنشكر سعادتك على وقتك الثمين اللي حضرتك يعني قضيته معانا والمعلومات القيمه اللي حضرتك قدمتها، وبنشكر بصراحة للثلاث مؤسسات أو الثلاث مبادرات اللي هم ساهموا في إلقاء هذه المحاضرات. أنا بعتذر لأن المؤسسة الثالثة أو الجهة الثالثة
ما ذكرتهاش لان انا ما يعني ما عرفتش غير مؤخرا يعني، فانا بعتذر على عدم الاشاره لها. لا بقول لحضرتك دلوقتي بيم اريبيا هم السبونسر يعني اللي هو بصراحه بازلين مجهود كبير جدا، وتحت قياده المهندس عمر سليم اللي هو باشمهندس حسن اللي قدم حضرتك في بدايه المحاضره، كان هو تمام. المهندس عمر سليم بنفسه اللي هو تمام. مؤسس بيم اريبيا في الشرق الاوسط كلها. تمام. نشكره بالمناسبه ديت على مساهمته وعلى رعايته لهذه المبادره. كمان بنشكر نقابه المهندسين متمثله في المهندس انطونيو، وبنشكر الجمعيه المصريه لانشاء واصلاح المرافق بدون حفر. يعني هي دي الجهه الثالثه اسعد. لا وفي جهه ثانيه، في جهه ثالثه برضو هم مش مكتوب اسمهم ولكن مساهمين برضو في مساهمه التدريب، اسمهم الجمعيه المصريه، جمعيه المهندسين المصريين بالمملكه العربيه للسعوديه، اللي هو رئيسها المهندس هشام الشافعي، مهندس مصري محترم وبيرقص الجمعيه. ان شاء الله لما ربنا يفك الازمه اللي احنا فيها نبقى نروح نقابلهم هناك وان شاء الله نشاركهم النقاط هناك. هي دي الجهه الثالثه، واحنا كجهه رابعه برضو مساهمين في نطاق تكنولوجيا ايه بدون حفر معاهم، وهم وعدوا ان احنا بعد حتى انتهاء ازمه الكورونا ونجاح موضوع التدريب عن بعد هيتم تواصل على طول العام، على مدار العام ان شاء الله، لان المحاضرات اللي هي بتبقى داخل قاعات غالبا وقت المهندسين ما كانش بيسمح، كان اقصى عدد بيحضر 30 40 واحد. النهارده المحاضره بتاعت حضرتك ما شاء الله كان حاضر 80 مهندس زميل فاضل. الاكثر من كده بقى لحضرتك ايه، ان المحاضرات دي لما بتنزل على فيديوهات بنسبة المشاهدة لها بيشاهدها اكتر من 2000-5000 مهندس، اذا ده نشر كبير قوي ما كناش نتخيله للعلم وللتكنولوجيات الحديثة في جميع مجالات الهندسة، سواء كان مانجمنت او كان تنفيذ او كان بيم مانجمنت. طبعا كل الأنشطة دي المهندسين بيحتاجوها في كل مراحل ايه شغلهم. فبالنسبة بقى للسؤال اللي سأله المهندس أسعد والمهندس مصطفى، بصراحة الجمعية قامت بدور كبير في انها بتتواصل مع الهيئات القائمة على تنفيذ خطوط الصرف الصحي وصيانة خطوط الصرف الصحي والمياه ومياه الشرب، ولكن اللي هيكون له قوة كبيرة ان احنا لو دخلنا الاشتراطات دي في الكود المصري، لو الكود اشترط ان احنا ما نعملش حفر في شوارع رئيسية ويبقى الشغل بالتكنولوجيا ده اجباري، في الحالة دي هيبقى جميع الشركات وجميع الهيئات لازم ايه تنفذ بالطرق الحديثة. واعتقد ان مصر مع التطور اللي ماشي فيها الحمد لله دلوقتي بقت دولة جديدة خالص، غير وفكر الحكومات دلوقتي غير فكر زمان، وان شاء الله بنأمل ان التنفيذ بالنسبة لإصلاح هذه المرافق ان شاء الله يتم بالتكنولوجيا الحديثة وبدون ازعاج للمواطنين وعطلة لحركة الشوارع وبدون تدمير للبنية الأساسية بتاعة الطرق اللي ما شاء الله بقت في مصر على مستوى عالمي كبير جدا. فاستحالة طبعا ان احنا بعد المجهود الكبير في انشاء الطرق نكسرها عشان نصلح خط مية او خط صرف، واحنا عندنا طرق تصلح من غير ما نكسر ومن غير ما نبوظ ايه الاسفلت والطرق دي. والامل كمان في الشباب، يعني اللي راعي هذه المبادرات ما شاء الله كلهم من الشباب، كان المهندس انطونيو، المهندس اشرف، المهندس عمر سليم، زملاء ما شاء الله من الشباب هم اللي شجعونا وخلونا نسهر خلاص يا بيه بقى، ما احنا سيبنا لكم بقى الدور، احنا عواجيز بقى راح. لا لا يا فندم، ما هو اللي شجعنا بصراحه جيل الشباب وحرصهم على تلقي المعلومه، ما يبقوا قاعدين وسايبين السوشيال ميديا وسايبين الافلام وسايبين التلفزيونات والمسلسلات وقاعدين عشان يسمعوا كلمتين زي دولت،
ده طبعا الحمد لله تطور كبير وانجاز كبير، وباذن الله الخطوه اللي جايه باشمهندس حسن وباشمهندس محمد اسعد ان احنا نتواصل مع هيئه الكود المصري والمركز القومي للبحوث والجهات اللي هي البحثيه اللي بتضع الكود، ان احنا ندخل في اشتراطات الكود ان ضروره تنفيذ اصلاح سواء انشاء او اصلاح المرافق بهذه الطرق الحديثه. وهيبقى علينا دور كبير ان شاء الله بعد انتهاء ازمه كورونا في التواصل بالهيئات ومراكز البحثيه لنشر هذه المعلومات وتعديل الفكر في التنفيذ. وبنشكر حضراتكم مره اخيره واسفين على الاطاله. شكرا يا باشمهندس عادل، جزاك الله كل خير. جزاك الله كل خير على الاضافه اللي اضفتها. طيب مساء الخير يا دكتور، مع حضرتك الباشمهندس انطونيو. انا تمام. اولا بس يا باشمهندس انطونيو انا مش دكتور، انا لا ادعي ان انا دكتور، انا مهندس ذو خبره. حضرتك دكتورنا كلنا واستاذنا كلنا طبعا. الله يبارك لك، الله يبارك لك. الحمد لله. انا طبعا بشكر سعادتك، يمكن انا متابع المحاضره من اول ما بدات. انا مهتم جدا ان انا اتابع حتى الحاجات البعيده عن مجالي، انا ميكانيك، لكن من اول ما بدانا المبادره يمكن الباشمهندس عادل عارف كويس قوي الكونسبت اللي احنا كنا ماشيين بيه، ان احنا حابين ان المهندس، احنا في فتره تقريبا كلنا بنرجع البيت بدري، عندنا وقت كبير قوي فاضي، فاحنا كانت فكره المبادره في الاساس مع الباشمهندس هاني ضاحي ان احنا نطلع المهندس من الفتره ديت مستفيد حاجه، عنده حاجه زياده، حاجه تميزه في السوق، حاجه تعلي سعره في السوق لما يجي يشتغل، او حتى اللي عايز يعمل شيفت كارير في حاجه تخص التخصص بتاعه والقسم بتاعه يلاقي معلومه جديده. ومن هنا حضرتك هتلاقي ان تقريبا في شباب كتير قوي متابعين المبادره، لان احنا بنتمنى طول الوقت ان احنا نسمع حضراتكم. حضراتكم عندكم معلومات قيمه جدا، عندكم علم كبير جدا، احنا جيل محظوظ ان حضراتكم موجودين، وفي نفس الوقت مش محظوظ ان ما بنعرفش نوصل لكم بسهوله. احنا حاولنا بس نوصل حضراتكم بينا بالشكل اللي يعني اللي يكون سهل لحضراتكم، وفي نفس الوقت بالشكل اللي احنا نقدر نتواصل بيه سريع، واحنا كجيل شباب زي ما بيتقال طبعا حضراتكم شباب اكتر مننا، لان الشباب مش بالسن، الشباب بالروح وبالعلم، فحضراتكم اساتذتنا الافاضل. ده كانت فكره المبادره ببساطه. احنا نشكر ربنا ان تقريبا المبادره اول ما نزلت لقت صدى واسع جدا، ولقت اشخاص اخرين واماكن تانية بدات ان هي تتواصل. يمكن النهارده بالتواصل مع بي اي ام اريبيا قدرنا نوصل ان احنا نوحد حتى جهود شويه، بحيث ان اللي عندنا ندهولهم واللي عندهم يدهولنا، فكده يبقى احنا بدل ما بنشتغل في تراكين مختلفين احنا تراك واحد، والدنيا تبقى افضل والمعلومات اكتر والاستفاده اكتر للمهندسين. انا حابب ان انا اشكر سعادتك واشكر الباشمهندس عادل جدا ان هو وصلنا بحضرتك وبي ام اريبيا، وطبعا بشكر المؤسسه المتميزه جدا على مجهودها الكبير وعلى احتضانها ورعايتها للمبادرات الجميله ديت. وفي انتظار ان انا اسمع محاضره ثانيه من سعادتك، وشكرا جدا ليكم واسف لو كنت طول. لا ابدا، احنا المتشكرين يا باشمهندس انطونيو، وانا زي ما قلت لكم انا جاهز في اي وقت. احنا بالعكس انتوا بتملوا جزء من فراغنا، لانه انا حاليا زي ما قلت ان انا ما عنديش اي مهام تنفيذيه، فانا راجل وقتي الحمد لله بفضل من ربنا عندي وقت متاح، ومستعد لاي حد يطلب مني اي حاجه، وانا تحت امركم جميعا، وكلنا في خدمه المجال بتاعنا وخدمه زملائنا وابنائنا من المهندسين الصغيرين، ومستعدين دايما لتوصيل المعلومه لاي حد يطلبها ان شاء الله. في حد عنده اي حاجه تانية؟ انا تحت امرك. سامع حضرتك افندم. انا كنت بس عايز اضيف على باشمهندس حسن. ايوه علي، بس يا باشمهندس محمد سراج ما اعرفش الصوت عندك دايما. حضرتك كده سامعني؟ كده سامع. طيب انا عايز اضيف للكلام المهندس انطونيو، وبناء على المحاضره بالذات بتاع المهندس حسن، ان جميع شركات العالم اللي بتشتغل في الاصلاح هي شركات الشباب الصغيره. يا ريت نبطل
او الشباب اللي عندنا اللي عايزين يعملوا شركات جديده يفكروا في مجالات جديده زي اللي المهندس حسن عرضها، وما يفكروش على ان احنا نخش دايما قصه المباني والخرسانه. في مجالات كتير جدا في الهندسه للمقاولين الصغيرين اللي عايزين يبتدوا، وهو ده التطوير الحقيقي اللي احنا محتاجينه في السوق المصري في الفتره اللي جايه. شكرا. تمام، جزاك الله كل خير يا باشمهندس محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. باشمهندس حسن، اخبار حضرتك ايه يا فندم؟ الحمد لله. معلش نتعرف بسعادتك لان اسمك ظاهر قدامي. مع سعادتك المهندس رضا كمال، بكلم حضرتك من الرياض. اهلا وسهلا. اهلا اهلا، اتشرف بحضرتك. انا سعداء جدا بحضرتك يا فندم والمحاضره الممتعه الجميله جدا. ربنا يجزاك. الله يبارك لك. ربنا يبارك لك بالكامل يا رب. ربنا يبارك فيك. اتفضل. هو بس الله يكرمك يا رب، هو استفسار بس او طلب من حضرتك بس توضيحي. طبعا انت حضرتك كلمتنا في محاضره اليوم عشان عن موضوع معالجه المؤثر والمشاكل والكلام ده كله. طب وقلت لنا برضو انا بعد ما في ضمن النقاط كلمت فيها اثناء المعالجه في بعض الخطوط اللي كنت قابلتكم فيها المشاكل، يعني في مؤثر طلعتوها كانت يعني حالتها ممتازه جدا يعني، تمام، اللي هي قديمه من زمان. فدلوقتي حضرتك بس كنصيحه، ايه افضل انواع المواسير اللي ممكن نستخدمها بالنسبه حاليا للصرف الصحي باكتر مختلفه والميه في نفس الكلام ونفس الوقت برضه يعني كماتيريال عشان تعيش معانا فتره اطول وتقوم موضوع الاشجار والتسريب والجوينت يحصل فيها مشاكل والكلام ده كله بشكل عام. طيب انا يعني ردا على الموضوع ده، انا طول عمري اشتغلت مقاول ولست استشاري، فالسؤال ده يوجه للسادة الاستشاريين، لكن من خبرتي كمقاول انه كل جهة او كل بلد بيبقى لها اكواد خاصة بيها ونوعيات معينة من المواسير بتفضلها عن بعض. انا اشتغلت في السعودية 20 سنة وانا ما زلت عندي اقامة في السعودية، واشتغلت شبكات مية وصرف صحي، وهم لهم ترتيب في الأولويات. يعني يقول لك في حالة مواسير الصرف الصحي نمرة واحد تشتغل بكذا، نمرة اثنين تشتغل بكذا، نمرة ثلاثة تشتغل بكذا. يعني السعودية ما زالت بتشتغل بالفخار، لكن داخل معاه اليو بي في سي وداخل معاه جي ار بي وداخل معاه الخرسانة زي مصر بالضبط. تمام. لكن هي بتبقى تتوقف على المنطقة اللي هتشتغل فيها. تمام. فملهاش العالم دلوقتي، عشان العالم عشان اكون صريح معاك، متجه الى بنسبه كبيره جدا الى الهاي دينستي بولي اسيلين، بيستخدمه بانواعه المختلفه في معظم الاشغال، نظرا لانه بيشتغل في الهوريزونتال دايركشنال دريلينج، بيشتغل في معظم التقنيات اللي سعادتك شفتها وانا بستعرضها. ف أوروبا ودول العالم معظمها دلوقتي بيعتمدوا بشكل كبير على الهاي دينستي بوليسيلين بدرجات المختلفة، لأن هو في منه أنواع كتيرة وبيتطوروا في تصنيعه، لأن في أنواع بيثبت أنها مش مناسبة بيغيروها بيعملوا عليها إضافات. فالحقيقة يعني أنا النقطة دي ما أقدرش أضيف فيها شيء، لكن أقدر أقول لك حاجة بقى كمقاول. نسبة 70-80% من الأخطاء هي أخطاء تنفيذية مش أخطاء تصميمية للأسف. يعني للأسف أخطاء اللي بتحصل في الشبكات هي أخطاء تنفيذية وبتؤدي للمشاكل اللي بنشوفها أكتر منها أخطاء تصميمية. كماتيريال يعني. كماتيريال للأسف يعني. يعني مهما كان العيب في الماتيريال فهو ممكن يبقى عيب في ان انت اخترت ماتيريال مثلا زي ما فات وقت من الاوقات كان في جي ار بي بيختاروا ستيفنس بتاعها منخفض شويه فكانت بتتكسر تحت تاثير الردم الكبير، فجم قرروا اذا زاد عمق الردم عن كذا لازم تستخدم ستيفنس الماسوره لا يقل عن كذا. تمام. ده من القراءات والاختبارات ومن المتابعات، لكن ما حدش قدر يمنع جي ار بي لان هو مش العيب في الخامه، انما العيب في الاستخدام المناسب للخامه. مكان استخدامه في المكان المناسب. علاوه على انه ما انا ممكن اعمل ماسوره فخار زي الفل جايه لي من المصنع واركبها غلط واركب الجوان غلط
واجي استلمها الاقيها كلها منيله ب 60 نيله. صح. يعني فانا بصراحه شايف انه نهتم بجوده التصنيع وجوده التنفيذ، وللاسف هو ده اللي بينتج عنه المشاكل اكتر من اي حاجه تاني. تمام ماشي يا فندم، شكرا جدا. شكرا. العفو. ان شاء الله اكون اجبت على تساؤلك. جزاك الله خير. ممتاز. شكرا جزاك الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام. اسف معاك الباشمهندس انطونيو الثاني. انا بس تعليقا على الكلمه اللي الباشمهندس كان وجهها بفكره ان احنا كشباب نبدا نشتغل في مجالات جديده، انا حابب ان انا اوجه دعوه لكل اساتذتنا الافاضل. احنا كنا بنعمل حاجه في النقابه على مدار الثلاث سنين اللي فاتوا كلجنه تدريب، يوم بنعرف فيه حديث التخرج والطلبه اللي لسه داخلين هندسه في اعدادي، بنعرفهم ايه مجالات الشغل لكل قسم وايه الجديد في مجالات الشغل دي. للاسف السنه اللي فاتت بسبب الظروف الامنيه اللي كانت فيها البلد فما قدرناش ننفذها. انا بتمنى ان كل اساتذتنا الافاضل كل المجالات نقدر حتى في خلال الفتره ديت ومن خلال المبادره بتاعه بي اي ام اريبيا او الهندسه حياه ان احنا نعمل حاجه زي كده، ان كل واحد من حضراتكم يقول لنا ايه الجديد اللي احنا كشباب نقدر نشتغل فيه. لان برضو احنا مشكلتنا، خلينا نكون صراحه مع حضراتكم، احنا عندنا اسر او بنبني مستقبلنا او بنبني حياتنا وبيوتنا والكلام ده كله، فبنبقى ماشيين بنجري في حته واحده. يعني المضمون احنا شغالين فيه دلوقتي وماشيين علشان انا عندي التزامات، مش قادر افكر ايه الجديد بسهوله. لكن لو حضراتكم قلتوا لنا خلي بالك ده المجال ده مثلا جديد، وقتها انا ممكن ان انا جنب شغلي اقدر ازود نفسي علشان اشتغل في المجال دوت بما انه جديد، او اقدر ان انا افتح فيه شغل خالص وهكذا. فانا اتمنى ان كل اللي حاضرين معانا من اساتذتنا الافاضل او المحاضرين الكرام ان هم يتواصلوا مع بي اي ام اريبيا او معايا، ان احنا نعرف نرتب دوت، قولوا لنا ايه الجديد، ايه اللي احنا نقدر نفيد بيه. حضرتك محاضرتك النهارده طبعا هايله جدا، فتحت لنا سكك مختلفه، ويمكن اللي هيعرف ان هي شركه واحده فاللي عنده استطاعه معنى كده ان السوق يستوعب اكتر من كده وهكذا. كل مره بنتعلم حاجه جديده، فده رجاء ان اي حد من اساتذتنا الافاضل حابب ان هو يفيدنا احنا بقى كشباب يا ريت، واحنا تحت امركم، وان المبادرات كلها تقريبا مستعده لان هي تسمع الكلام القيم ده. وشكرا جدا واسف للاطاله. معلش يا باشمهندس انطونيو، انا عقب تعقيب صغير بس، انا بعتذر على كلمه انها شركه واحده يعني، والمهندس محمد سراج صحح لي، لان انا يعني بعتذر لكم ان انا جزء كبير يعني المسجله معانا في الجمعيه وبتمارس نشاط هي شركه واحده. حتى في اخر معرض طلبنا الشركات المساهمه معانا هي شركه واحده اللي جت معانا، ده اللي انا قصدي. لكن على سبيل المثال المهندس محمد سراج زي ما قلت لكم بيدير شركه بتشتغل في الاصلاح وبتشتغل في الانشاء والكلام ده، لكن هي مش مجال الدعايه للشركات. لكن زي ما انت قلت انه كل واحد يفكر في المجالات الجديدة ويعرف حجم المنافسة الموجودة هتشجعه أكيد. لكن بس معلش حبيت إن أنا أعتذر عن حتة إن أنا قلت معلومة قد تكون خاطئة. لا باشمهندس حسن، بالنسبة المهندس أنطونيو دلوقتي أثار حاجة جميلة جدا، يعني ولدت فكرة جديدة عندي حاليا، إن إحنا ممكن يا باشمهندس أنطونيو نعمل في النقابة حاجة اسمها لجنة المشروعات الصغيرة للمهندس. بمعنى ايه؟ مجال زي اللي المهندس حسن شرحه لنا، في حاجه اسمها التصوير. التصوير ده المهندس لو عنده يعني راس مال بسيط جدا واشترى الكاميرا ده، او هو ومجموعه من زمايله اسسوا شركه لمجرد بند التصوير ده، هتلاقي بند التصوير ده قليل، عدد شركات في مصر قليله جدا ولا تكفي السوق المحلي، وبيتم التصوير وعمل ريبورت بالمتر الطولي. فاولا التصوير ده مطلوب لتسليم الشبكات الجديده المنفذه، ثانيا مطلوب للشبكات اللي بها عيوب عشان نحدد نوع العيب، ثالثا مطلوب للايه بعد الانتهاء من الاصلاح بنصور تاني. اذا التصوير ده بيتحسب بالمتر الطولي، وبندور على شركات التصوير بتلاقي عددهم قليل قوي،
فلو في مثلا اثنين مهندسين او ثلاثة مهندسين برأس مال بسيط او باشمهندس انطونيو اشتروا الكاميرا بالجهاز بالكنترول دولت، ده مبلغهم مش كبير، وهيكونوا شركة اسمها شركة مثلا على سبيل المثال. وفي من هذا القبيل افكار كتير جدا ممكن نناقشها في هذه اللجنة، والنقابة تتبنى ويبقى نوع من انواع التوظيف او ايجاد فرص عمل للشباب غير تقليدية. المهندس لا ينتظر ان هو يشتغل بمرتب، لا، ده يبقى له مشروعه الخاص ويبقى نواه لمشروع ببداية بمشروع صغير ويبقى نواه لشركة كبيرة ان شاء الله، فديت هيفتح مجال عمل جديد. هقول لحضرتك بالفعل في لجنة موجودة كده، وكان بيرقصها البشمهندس مصطفى مجاهد نقيب الأليوبية الفكر، وكان للعلم كان اتفق مع جهات منحة في الدولة زي الصندوق الاجتماعي وغيره على قروض وعلى فلوس وعلى حاجات كتير جدا، تيسيرات كتيرة جدا. المشكلة اللي بتقابل اللجنة ان الناس تروح لها اصل، طيب لو حد راح لها بيروح لها بمشروع يعني زي ما بيقولوا كده محروق في السوق، مش مشروع جديد، مش فكرة جديدة، فلما بيجي يدرس علشان اديله فلوس انا من الاول انا عارف ان اوريدي المشروع دوت محروق، هو مش هيجيب له حاجه فهيتعصر، فبنقعد نحاول نفهمه. الفكره كانت ببساطه او اللي انا بتمناه لحد دلوقتي ان يبقى عندنا افكار جديده. يعني حضرتك مثلا قلت فكره التصوير دي، انا بقول لك مفيش واحد جه النقابه قال انا عايز لجنه المشروعات الصغيره عشان عايزهم يساعدوني في المشروع دوت، محدش جه النقابه قال انا عايز اشتغل لعدم كبيرين. ما لعدم ايه؟ لعدم الدرايه بالتكنولوجيا وبطريقه المعرفه. عدم بس هو ده اللي انا بطلبه بقى، اللي انا طالبه تحديدا ان حضراتكم قولوا لنا الجديد، فاحنا نبدا احنا الجديد. حتى الجديد بس احنا يعني حضراتكم اكيد عارفين اكتر مننا، لان حضراتكم طبعا يعني خلاص بقيتوا في مجال الاداره اكتر، فبقيتوا شايفين زي ما بيقول كده السوق من فوق بشكل افضل مننا. انا واحد بفضل في تراك لحد ما بكبر فيه شويه، ببدا ان انا رايح شويه فببدا اشوف بنظرة أهدى، لكن إحنا خلاص إحنا الموضوع بالنسبة لنا جاري 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 عشان نقدر إن إحنا نحافظ على مستوى معين أو إن إحنا نقدر زي ما بيقولوا كده تعيش في الدنيا دي. لكن إحنا عايزينه الجديد إيه، وإحنا نبدأ نفايل دوت ونقدمه بقى للجنة، إن لما يجي لها حد عايز حاجة زي كده طب فكر في دوت. لو أنت مثلا مجالك في الريبيرنج، طب ما تشوف كده الريبيرنج يمكن ينفعك، بتحب التصوير طب ما تشوف التصوير يمكن ينفعك. حاجة فهمني بس. لا وغير كده هقول لحضرتك على حاجة، لا في غير كده بعد اذنك من 3 ساعات يا جماعة. لا انا هقول لحضرتك في افكار كتير تانية، انا عايز اقول لك الوقت عدى بسرعة جدا يعني. يعني كده هيبقى 3 ساعات قربنا. انت يا باشمهندس انطونيو بس يعني كون، واحنا كجمعية تحت امرك وهنساعد بافكار تانية كتير ان شاء الله. تشرفوني طبعا، شكرا جدا لحضرتك. احنا المتشكرين، انا تحت امر جميع، حد عايز مني اي حاجه اي سؤال تحت امرك. المهندس اشرف بقى عاوزين تعليقه وينهي المحاضره وعشان على خير ان شاء الله. انا بس عايز محمد اشرف خرج، مش مهندس حسن. انا 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 صوت بيعطس عادل، والله عايز اشكرك جدا على فرانس عادل. ازيك يا باشا؟ والله انا يعني سعيد ان انت متواجد معانا يا فرانس عادل. اتفضل مهندس عادل البربري، اتفضل اتفضل. الصوت رايح بس والله. طب كده كويس. معلش عيد اللي قلته تاني بعد اذنك. انا بقول لك انا سعيد جدا والله والله احنا سعداء جدا بيك يا باشمهندس عادل. انا يخليكم. انا هقول بس كلمه صغيره، الباشمهندس عادل البربري ده صديق عزيز وكان يعني من واحد من التيم بتاع الباشمهندس محمد اسعد في المقاولين العرب. طبعا وانا اتعرفت عليه من المقاولين العرب واشتغل معايا وبقى استشاري، وانا كنت بستعين بيه في مشاريع كتيره، وراجل له افضال علينا في حاجات كتيره، وراجل محترم جدا. لا لا ربنا يخليك والله، من الشخصيات اللي بعتز بيها جدا يعني. والله انا احنا كمان بنطلب من المهندس عادل، والله انا بنطلب من المهندس عادل بالمناسبه ديت والله. يا باشمهندس عادل يا فندم تحت امرك يا باشمهندس، احنا بنطالب بقى حضرتك دعوه لحضرتك اهيت
بالنيابة عن بيم أريبي وبالنيابة عن النقابة المهندسين إن حضرتك تجهز لنا محاضرة في الدووترينج. الدووترينج مجال برضو في مهندسين كتير عاوزين يعرفوا من أول الديزاين لحد التنفيذ بطرق مختلفة الويل بوينت سيستم والديب ويل. انا تعلمت الديوترنج من البشمهندس عادل. لا لا يا فندم لا لا والله لا احنا لا انا مش هنسى ده. وبعدين يا بشمهندس عادل انا مش هذا اللي اقول كده المهندس اسعد لان انا تعلمت المهندس ماشي ما احنا احتكينا بيك عن انت يعني تعلمت من المهندس محمد اسعد. اه والله يعني هم اساتذتنا والله يعني الواحد بيكن لهم كل احترام وكل تقدير والله لان الله يخليهم يعني هم فعلا ناس كويسين جدا بيعلموا اللي دايما معاهم واحنا تعلمنا بصراحه منهم والله. ربنا يبارك لك يا باشمهندس عادل في اي حاجه والله عايزينها انا تحت امركم. احنا سعداء بيك وسعيد ان انت صبرت تقعد تسمع الكلام ده كله. لان انا سعيد ومبسوط يعني. ربنا يكرمك ربنا يبارك وتحل مشاكل كبيره جدا. المجال ده برضو موضوع كبير انك تحفر وتعمل لكنك تحل المشاكل بسهوله كده وببساطه خالص دي حاجه جميله جدا. والعلم اللي عندك ان شاء الله يبقى خير ان شاء الله. علم جميل وحلو والله انا بشكرك جدا والله. الله يبارك لك يا شمهندس عادل جزاك الله كل خير. من امتع المحاضرات اللي حضرتها الله يبارك في حياتي يعني. اه والله وبشكركم طبعا كلكم البشمهندس عادل البشمهندس اسعد وكل الحضور يعني والله وكل اللي ساهموا في الموضوع ده يعني. جزاك الله كل خير. الله يخليك وكل سادة وانتم طيبين. وانت طيب بشمهندس. الله يخليك الله يخليك يا فندم. تصبحوا على خير. وانت من اهل الخير. الله يخليك. في حد تاني عنده مداخلة؟ انا بشكر حضرتك. انا بشكر حضرتك. انا محمد اشرف بشكر حضرتك وبشكر المهندس انطونيو. اتفضل. خبط مهندسين وبشكر المهندس حبيبي طبعا استاذنا وبشكر كل الحضور. انا بس عندي يعني سؤال صغير يعني سريعا. ايه ابرز الاخطاء اللي الشركات المنفذه في هذه التكنولوجيا بيقعوا فيها؟ يعني انا ممكن استخدم التكنولوجيا دي في اصلاح المرافق زي ما حضرتك قلت وشرحتها بالتفصيل بتاعها. ايه ابرز الاخطاء في اللي حضرتك من واقع التنفيذ ومن واقع الخبره بتاع التنفيذ مثل هذه التكنولوجيا قابلتها او شايف ان احنا ممكن نستخدم التكنولوجيا دي وفي الاخر برضو يبقى او نعمل اصلاح للمرفأ يحصل مشكلة بعد كده؟ هو يعني هرد عليك رد انه مش بيبقى خطأ الشركة المنفذة في الحتة دي. خطأ اللي اختار نوع. لانه انا هقول لك بامانة الفترة اللي انا عصرتها لان في فترة بعدت فيها شوية عن السوق المصري. الفترة اللي أنا كان اللي بيختار هو المالك والاستشاري بتاعه. فالمالك والاستشاري ممكن يوجهه لأن هم معلوماتهم قصيرة في الناحية دي. آسف مش قصدي قصيرة يعني إن أنا بشتمهم أو بقلل من خبراتهم، ولكن ما عندهمش المعلومة الكافية فبيختاروا سيستم أحيانا يفرضوه في المناقصة يكون السيستم خاطئ، والمقاول شايف قدامه سيستم معروض بالشكل الفلاني يخش بيه. هو مش خطأه ان هو دخل هينفذ بالطريقة الفلانية، بس ممكن يكون ده مش افضل الطرق. فهي مشكلتنا في التكنولوجي دي ان عايزة عقل متفتح من المالك اللي هي الجهة صاحبة المشروع، والاستشاري بتاعه اللي هو لازم يطلع ويعرف ويقرأ اللي بيحصل في العالم ويطلع على النوعيات والتكنولوجيات والفروقات بينها، ويقعد يفهم المقاولين ومشاكلهم وحينفذوا ازاي. وانه الموضوع مش موضوع ان انا لما بقعد مع مقاول عشان امارسه او ان انا اخفض سعره هي شطارة. لا، التكنولوجي دي عايزة ان انا لما أتناقش فيها أقيس الأمور بميزانها الصحيح، عشان أحياناً الضغط على المقاول في النوعيات دي ممكن يؤدي لمشاكل. تمام؟ فأنا في رأيي أنا ممكن كمقاول أقترح عليك سيستم مش في دماغك خالص وهو يبقى أنسب الأنظمة،
لان انا خبرات اللي عندي اكتر سوري من الخبرات اللي عندك ويبقى. فانا عشان كده قصدي انه مش الشركات المنفذة هي اللي بيكون مشاكل منها. تمام؟ بأمانة شديدة انا شفت مشاريع في بلدين ثلاثة في اوروبا وكانت في الوقت ده لسه نتائج المشاريع ما مرش عليها 25 سنة. فهم بالنسبة لهم كان ريكورد اللي جاي ما بيطلعش مشاكل في معظم المشاريع. ليه؟ لأنه هم بيستنوا على عمر افتراضي معين كل مدة بيسجلوا لغاية لما الدنيا يعني يقول لك بعد العشر سنين الأولانيين حالة المواسير اللي صلحناها وعالجناها بقت كذا، بعد 20 سنة بقت كذا، بعد 30. أنا رحت في آخر التسعينات وأوائل 2000 كانت التكنولوجي دي بقالها 20-25-30 سنة فتعتبر الريكورد اللي فيها مش عالية أو. وبالرغم من كده ما كانش فيها مشاكل تذكر بالذات. المشاكل بتظهر فين؟ عند الشركات اللي بتنفذ، إنه دول أكتر مني دراية. ليه؟ الشركات اللي بتنفذ بتعمل حاجة جديدة بيقابلها مشاكل ضخمة جدا، خاصة بالسويل، خاصة بالمعلومات، خاصة بحاجات كتيرة، ولذلك بتظهر مشاكل لتنفيذ المرافق بالتكنولوجي دي مش لإصلاح المرافق. تمام؟ يعني احنا هقول لسعادتك حاجة، البطانة اللي احنا اتكلمت عليها يبطنوا بها المواسير، البطانة دي لو اتنفذت صح عمرها الافتراضي طبقا للمعامل 50 سنة على الأقل، ويديك شهادة جارانتي انه البطانة دي تعيش 50 سنة اللي هو العمر اللي عمل عليه الاختبارات على الكيماويات او الايبوكسيات اللي اختبروها وعرفوا سلوكها بعد 50 سنة، فبيدوك جارانتي على 50 سنة. تمام؟ لكن المشكلة ان انا ممكن انفذ بمصورة خرسانية جاية من المصنع وبعد شوية تتكسر على اللي بيعمل تانلز واستغل بخرسانة كونكريت سيجمنت وكسرت سيجمنت ودخلت بلاوي للخط، ده كله ما هواش بقى عيب تكنولوجي. تمام؟ فأنا عشان كده أنا بقولك أنا ما أقدرش أقول الشركات المنفذة تقول إيه المشاكل الكبيرة. الموضوع محتاج تعاون ما بين مالك المشروع والاستشاري مع المقاولين اللي حينفذوا، في إن هم نمرة واحد إن التكنولوجيا دي تاخد حظها على نطاق أوسع من الموجود دلوقتي عشان لو يعني تقدر تحكم. إنما أنا لما أكون عندي 100 خط بيتصلح بالطرق التقليدية واثنين منهم بيتعملوا بالترنشلس ما تقدرش تحكم على صح ولا غلط ولا نتائجه حلوة ولا وحش. ففي رأيي الشخصي لازم ندي فرصة شوية ويتعاون الجهات كلها اللي هو مالك المشروع مع الاستشاريين مع الشركات المنفذة، وأرجو إن أنا أكون رأيي سليم. شكرا لحضرتك جدا، شكرا لحضرتك، شكرا للحضور جميعا والله مشاركتكم معنا. بعتذر لكم عن الاطاله برضه يا فندم، ان نلقاكم دايما على خير ان شاء الله باذن الله. واحنا متشكرين جدا ومشكورين للبرنامج انطونيو، ويعني سعداء بكل طبعا اللي شاركوا معنا، وسعداء بان احنا شفنا الزملاء اللي بقالنا مده ما شفناهمش وحضروا معنا، واشكركم جميعا على حسن الاستماع. ويعني انا سعيد جدا بان انتم تابعتوني وسمعتوا الكلمتين اللي ارجو ان هو يكون فيهم فايده ان شاء الله. شكرا جزيلا، السلام عليكم. شكرا جزيلا لحضرتك، شكرا للجميع، شكرا جميعا، العفو، نشوفكم على خير ان شاء الله باذن الله. السلام عليكم، السلام عليكم جميعا، انا هضطر السلام عليكم.